كمل البيدياتريك كاترة، كمل التريتمنت، هل انا كل ما بيشوفني صغير يقول له يلا ما هو كاترك على فكره ملهاش غير تدخل جراحي، اشيل اللينس كوبيك علشان الطفل ده يرجع يشوف تاني. فاذا وهنعرف دلوقتي العمليات او التكنيكس اللي ممكن نعملها، فبالتالي دلوقتي لو انا جالي طفل عنده كاترك، هل كل طفل بيجي يلا بينا عمليات على طول؟ لا طبعا، لازم يكون عندك كده يعني سلكشن، مين هتعمل له ومين لا. يعني حاجه بنسميها بلان اوف تريتمنت. الحقيقه لو كان الكاتراكت افكتنج الفيجوال ديفلوبمنت، ففي احنا قلنا الفيجوال ديفلوبمنت النورمال بتاعتنا ان الماكله بتبدا في الديفلوب عند عمر ايه؟ شهرين، والستيمولس الريبيتد فولينج اوف لايت ريز على مكان الرسنة والماكله تحديدا. فبالتالي لو انا الكاتراكت نودر دانس بيسمح بوصول ريز للرتنة وبالتالي الماكله هتديفلوب طبيعي، يبقى انا مش خايف من حدوث ايه؟ نساج. وطالما الولد بيشوف كويس والرؤيه معقوله جدا، يبقى مفيش خوف من ان المخ يحط العين في مستوى نظر معين، النظر معقول. يعني مش خايف من مضاعفات البايلاترال كاتراكت اللي على راسها النساج. طب لو كان الكاتراكت يونيلاترال بس مش مؤثر، حته انتيريور مثلا صغيره قوي، ايه رايك؟ طالما مش مؤثر والنظر في العينتين نيرلي ايكوال، يبقى المخ بتاعي عنده مارجن برضه ذكاء كده، يبدا يتجاوز عند الفروق البسيطه، مش لازم الصورتين اللي يطلعوا للمخ فوق يكونوا ايدنتيكال 100%. لو في اختلافات بسيطه ممكن يتجاوز عن الاختلافات دي، ده معناه انه خد قرار ايه؟ ما هيتجاوز، انه هيستقبل الصوره من العينتين، وطالما استقبل الصوره من العينتين يبقى كده هيربطهم ببعض، يعني هيوصل لسنتين غالي قوي اسمه سنجل باينوكلر فيجن. إذا أنا هنا مش خايف من حدوث كسر في عين، يعني ممكن يطلع عين وكأنه هيمشي طول عمره إيه؟ وأنا أعي، ومش خايف إن العين دي لقيتها العمر التالي إيه؟ يحصل لها أسكت. إذا طالما الكاتراكت بتاعي not visually significant، يعني not affecting vision، وبالتالي مش هيعمل لي مضاعفات اللي إحنا اتكلمنا عليها الدرس اللي فات، لا الأفضل ما كملوش عملية. تقول لي يعني هسيب له شوية كاتراكت المحدودة اللي عنده؟ أه أسيب له أحسن. هتقولي طب ما هو نظره ممكن ما يكونش بيرفكت، يعني ممكن ما يكونش 6/6 يعني زي ما احنا شايفين الدنيا كويس بقى. وليكن، خلي بالك احنا بنقيم النظر لاي بني ادم ان ريليشن تو ذا فار فيجن، ده اللي بنحتاجه اكتر. ها عشان كده لما بتجينا العياده ونقيس لك النظر على صندوق العلامات، احنا بنقيس النظر من على بعد كام متر؟ 6 متر. لان من اول 6 متر وانت طالع الريز بتوع عينك ازاي؟ بارلل. اذا انا بختبر مستوى نظرك الستاندرد بالنسبه لاي نوع من الفيجن؟ الفار فيجن. فاذا هو ده المقياس، لان ده اللي بنحتاجه اكتر على مدار حياتنا. وبالتالي انا لو الطفل بتاعي كبير وصل 4-5 سنين وبقدر اقيس له نظر، ده ممكن يبقى كوبرتيف، ينفع اقيس نظر على صندوق العلامات لقيت نظره كويس كده. لو طفل صغير خالص، وانا احب طبعا الاطفال يقول لي هم كبار كده ولا هم صغيرين؟ هم صغيرين قبل ما يحصل لهم مشاكل كبيره. فلو مامته جايه لي بيه، انا بقيم بقى مستوى الكاتراكت، فاكرين ازاي حد ذاكر؟ اكوردنج بطريقه فحص كده اسمها ريد ريفلكس، اشوف انا شايف لون احمر قد ايه جوه. لو شايف لون احمر كير يبقى الكاتراكت نوت ايه؟ نوت سيجنيفيكانت. لكن لو الاحمر محدود قوي، يعني مش قادر اشوف ورا قاع العين، خلف العين، اخر العين ورا، يبقى اذا واضح ان الكاتراكت ايه؟ الكاتراكت هنا دانت. فانا لازم اقيم لو الكاتراكت نوت سيجنيفيكانت. يعني حد فاكر الارقام كمان؟ يعني اقل من 3 مللي في السنترال اكسس، في منتصف الطريق، اقل من 3 مللي لا سيبه. سيبه ليه؟ حتى لو نظر يعني اقل شويه من النورمال، هو اقل شويه بتاع مين؟ بتاع الفار. ايه رايك؟ بني ادم، انت طبعا اظن لسه ما عندكوش فكره يعني ايه 6/18 ويعني ايه 6/12، الكلام ده ما عداش عليكم لسه. اتقال بسرعه ولا اتقال كويس؟ طيب بصوا يا جماعه، فاكرين صندوق العالم اللي اعتقد معظمنا شافه اللي هو البروكن رينجز سيهات؟ طبعا سيادتك لو شفت العلامه الكبيره بس وما شفتش تحتيها بقول لحضرتك نظرك 6/60. طب لو شفتها وشفت السطر اللي تحتيها قلت لي العلامه دي مفتوحه كده، دي مفتوحه كده، يبقى تمام شفت السطر ده، ما شفتش ده يبقى نظرك 6/60.
36. طب لو شفت السطر ده قلت لي دي من تحت، دي مفتوحه كده، دي مفتوحه من فوق، يبقى ده 6 على 24. طب اللي بعده 6 على 18. طب اللي بعده 6 على 12. 6 على 9 لغايه لما توصل للبيرفكت 6 على 6. ايه معنى الكلام ده؟ لما اقول لحد انت نظرك 6 على 60 يعني ما نجحش غير انه يشوف العلامه الكبيره. هو نجح يشوف العلامه دي من على بعد كام؟ 6 متر. النورمال يشوفها من 64. ايه ده الرقم الثاني ده بتاع النورمال؟ ايه ده؟ عشان كده نظر 6 على 60 اسوأ بكتير عن نظر 6 على 24. يعني ايه 6 على 24؟ يعني انت نجحت تشوف السطر ده من على بعد 6 متر، النورمال يشوفه من على بعد كام؟ 24. يعني انت قربت شويه. 6 على 12 قربت قوي من النورمال. انت شفت السطر ده من على بعد 6 متر، النورمال يشوفه من على بعد كام؟ 12. طب 6 على 6 انت نجحت تشوف السطر على بعد 6 متر الصغير خالص ده، النورمال هنشوفه برضه من على بعد كام؟ 6 متر. فاذا انت ايه؟ نورمال. فلو انا جالي بني ادم لقيت الكاتراك بتاعه مش عارف وبالتالي نظره الى حد ما ممكن ما يكونش بيرفكت، ما يكونش 6 على 6. يا دكتور في ناس الصوت مش واصل عندهم. الصوت مش واصل لو ناس كتيره ولا مين اللي مش واصل عنده صوت؟ ما هو يا جماعه لو هو حاجه سبوراديك يبقى مش من الارج، مش من عندي انا. يبقى اللي عنده مشكله في الصوت عنده مشكله بيرسونال، يليف الميتنج ويرجع تاني او تشيك الانترنت كونكشن عنده. معظم الناس صوت كويس يا جماعه، عشان كده سالت في الاول قبل ما ابدا. في حد عنده مشكله في الصوت؟ وهو كم واحد اللي عنده مشكله بليز؟ معظم الناس بيقولوا واصل واصل. ها اللي قال مش واصل لو سمحت بليز، يعني لو هو انترنت كونكشن شكله كويس عندك ليف الميتنج ويرجع. طيب مين جامد يتوقع ليه بقى بقول لو الكاتراك نوت ذات دنس يعني مش مأثر على الفيجن وبالتالي الفيجوال ديفكت بتاع الولد ده كويس، وحتى لو نظره اقل شويه من البيرفكت نورمال؟ بيرفكت نورمال هو 6 على كام؟ على 6. الافضل زي ما احنا كاتبين كده نو كاتراك سيرجي والبي دان، سيبه احسن. مين جامد يتوقع ليه؟ لا والله لو عملت له عمليه وهو 6 على 12 خدت بالك يعني نظره ان شاء الله هيطلع بعد العمليه شايف 6 على 6. يعني دخلان عليه مثلا مكسل اعمل له عمليه؟ هو انا لو عملت له عمليه وخليت نظره 6 على 6 مش ده هيكون نتيجه بعد ما اشيل له العدسه اللي ربنا خلقها له وعوضها بعدسه صناعيه انا زارعها؟ طب العدسه الصناعيه اللي انا زارعها هظبط له مقاسها بالنسبه لاي نوع من الفيجن؟ الفار فيجن. ما هي دي جمال. ينفع بقى تعمل اكوموديشن دي؟ لا. يبقى الواد ده طول عمره كل ما يجي يقرا لازم يطلع نظاره ايه؟ يبقى انت حكمت على عيل صغير عمره كله ماشي بنظاره قرايه. خليت له الفار، انت خدت بالك عملت له ايه؟ حسنت له الفار اللي هو اصلا كان قريب من الايه؟ وما كانش هيعمل له مشكله ولا عائق في حياته، كان هيعيش حياه طبيعيه جدا. 6 على 12 قريب قوي من النورمال، بس حكمت عليه بقيت عمره يمشي بايه؟ نظاره قرايه. يبقى المور وايز ان انا اسيب له اللينس بتاعته اللي بتعرف تعمل له حاجه اسمها ايه؟ اكوموديشن بنظر اقل سنه من النورمال مش هياثر على حياته، مش كده؟ فاذا هنا مكان الكويشن مارك اللي عاملها دي، ليه ما بنعملش عمليه؟ نوت تو لوز الايه؟ اكوموديشن. لاني لو فقدت الاكوموديشن انا هعقد له حياته بلا داعي. اما بقى لو الكاتراك سيجنيفيكانت يعني ده مؤثر بقى طالما مؤثر على الفيجن فعلا، لو كان باي لاترال يعمل له ايه؟ كونفليكيشن اسمه نستاجنس، ولو كان يوني لاترال يخلي المخ يعمل فرمان انه هيمشي بايه؟ وان اي يعني سبريس العين الوحشه، فكده كومبليكيشنز ولا لا؟ يبقى لازم اتدخل ولا لا؟ اتدخل بسرعه. امتى بقى؟ ذا سونر ذا بيتر. اول ما ينفع نعمل عمليه، واحنا اول ما ينفع نعمل عمليه بيكون في حوالي ما بين سن لثمان اسابيع. هتقول لي ياه ينفع تعمل عمليه في نيونيت بالمنظر ده؟ يس. هي عمليه مش سهله في الحقيقه، عمليه مش سهله خالص. ثواني قابلت بس الدكتور اللي كان عنده مشكله في الصوت. ليه مش سهله؟ ده لو انت عايز تعرف معلومه ليك، زمان لما كان في اورال بقى كنا بنسال السؤال ده، هل العمليه في السن ده سهله؟ صعبه جدا. هتعرف التكنيك دلوقتي، معظم عملياتنا بندخل من خلال اطراف الكورنيا. تقول لي طب ما تدخل، بدخل بالات عشان اشتغل على العدسه دي. فاكرين لما قلنا ان احنا في بدايه حياتنا علينا حجمها صغير وكميه الايكوس قليله، فالمسافه بين الايريس والكورنيا ايه؟
فوانا داخل خارج بالالات غصب عني، عمال اخبط في مين من ورا. كورنيا فيها طبقه من الداخل بقى اسمها اندوسيليوم، الطبقه اللي اسمها اندوس هقوله لسه مع الكورنيا تاني. فبقول لك الكورنيا الرمل عباره عن دايره، كل ما بتمشي كل ما الدنيا بتنور اكتر. لو احتكيت في الاندوسيليوم ده انكيبيبل اوف ريجنريشن، يعني هتدمره ومش هيعرف تعوضه تاني. وده احد اهم اسباب الكورنيا ترانسبيرنس، فتطلع من العمليه عملت عمليه كاتراك صفر بس خسرت الكون، يبقى الواد مش شايف برضه. فاذا اول سيرجيكال ديفيكولتي بتقابلنا في عيل صغير في سنه ان الاي سي فيري ايه شعل. المشكله الثانيه، انا عشان اعمل عمليه على العدسه دي احس على البيبل قبل العمليه ولا لا؟ اي جراحه الدنيا يحب يبقى شايف هو شغال في ايه. لو البيبل مقفول يبقى انا مش شايف، او شايف مساحه محدوده يعني من اللينس. تخيل بقى مين العضله اللي بتوسع البيبل؟ الدايليتور بيوبيلي ماسل بتكون not yet developed لغاية سن 6 شهور. ايه ده؟ دي العضلة اصلا بتوسع البيبل مش موجودة. يعني اتحكم على حضرتك تشتغل عمليتك من خلال very narrow ايه؟ بيبل. يعني بتشتغل blindly معتمدا على الاكسبيرينس بتاعتي واحساس ايدي. وهنا تكنيكال هتبقى سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. فاذا بس مضطرين. طب ليه مضطرين؟ ليه زنقنا نفسنا في السن ده؟ طب ما نستنى لما الواد عينه تكبر شوية. في الحقيقه احنا اتفقنا كل ما بيعدي وقت اكتر كل ما فرصه المضاعفات بتزيد اكتر وتبقى مور ريزيستنت تو تريتمنت. مبدئيا النستاجمس وانس بدا في الحالات البايلاترال مش هيقف، وكل ولو كان يونيلاترال المخ عمل سبريشن، كل ما مده السبريشن تزيد عشان المخ يرضى عن العين ويرجع يحس بيها تاني بياخد وقت اطول. فاذا كان الامبليوبيا بقت فيري دانس، يعني صعب يشيل السبريشن ده. فانا ما اسيبش المخ لمزاجه، لا لا اعمل له عمليه بدل عشان ما يبقاش عنده حجه. اهو الاثنين زي بعض يا سيدي، هتكره واحده اقول لك لا خلاص طالما زي بعض خلاص انا موافق. فاذا لو الكاتراكت فيجوالز ده مهم قوي، بص الحته دي انا واقف فيها كتير انها مهمه قوي. تنسال في تروف يجي لك بروبلم سولفنج وتعرف ان القصه بتاع البيشنت اللي انا جايبه لك في الامتحان كونجنيتال او بيدياتريك كاتراكت، وابدا اسالك بقى جايبه لك بايلاترال جايبه لك يونيلاترال، واروح جايب لك في الكيس السيناريو اللي انا عودته لك ده شفت معاه ريد ريفلكس واضح او قاع العين باين واضح. قاع العين يعني مين؟ ريتنا. فلما باين واضح يبقى انا عايز اقول لك اروح كاتب لك بقى في الاجابات اللي هي العشرة ترو فولز. ذيس بيشنت شود ريكواير immediate surgical intervention. لا لا او القلب جامد لانك فاهم. طالما انا شايف جوه كويس زي ما انا شايف جوه كويس يبقى هو شايف بره كويس ولا لا؟ مش كده؟ انا كدكتور عندي اوباستي هنا شايف ورا هنا كويس زي ما انا شايف يبقى هو شايف. فاذا بالعقل. لكن لو قال لي fundus details not seen clearly not ايه او red reflex not seen clearly يبقى يقول لك عمليه فورا تقول له اه ولا لا؟ فاذا مهم قوي تبقى فاهم. هنا اللعب كله في الحته دي. فاذا موضوع فيجوالي سيجنيفيكانت يبقى نو ايه؟ نو كاتراكت سيرجري. ولو قال لك ليه نو؟ نو تو افويد ايه؟ اكوموديشن عشان يفضل يشوف البعيد والقريب كويس. لكن لو فيجوالي سيجنيفيكانت عشان ما يحصلش مضاعفات ويتر يوني ولا بايلاترال لازم اعمل له ايه؟ عمليه زي سون ذا بيتر. اول ايه سن ممكن يعمل عنده انت؟ ناقص بقى تعرف ايه اللي هنعمله بالظبط يعني التكنيك. طبعا هو راح كاتب لك في الكتاب كالعاده بيكتب لك الفاكت يقول لك عمليه اسمها كذا وعمليه اسمها كذا ومشكله العمليه دي بنعمل معها كذا. يعني المضاعفه كومبليكيشن بتاع العمليه دي بنحلها بكذا. طبعا انت مش فاهم اصلا وانت تعرف جت منين الكومبليكيشن والحل ايه. هو راح كاتب لك ايه؟ يقول لك بنعمل عمليه اسمها ايريجيشن اسبيريشن. ايريجيشن اسمها ايه؟ ايريجيشن ايه اسبيريشن ويز posterior capsulotomy as posterior capsule mostly opacite. نعم عايز ايه يعني؟ حاضر لو انت عايز احفظها لك احفظها لك بس بقابلني لو فهمت حاجه. يعني ايه ما فهمتش اصلا irrigation aspiration دي اصلا بتعمل ازاي؟ ولما هتتعمل ليه posterior capsule هتبقى opaque؟ وليه لما هتبقى opaque اضطرتنا نزود خطوه في العمليه اسمها posterior ايه؟ يلا نفهم بقى كده. وهي دي مشكله لما يديك فاكت فانت تحس ان احنا ماشيين بريت بطيء قوي في الصبح فات خالص. ما هو انا ما ينفعش امشي بريت ونط بوينتس والا جيت هنا ليه اصلا؟ طب ما هو بيقول لك نفس الجمل دي او يقول لك اقراها وتعرف تقراها زي ما انا قلتها بالظبط. تعالوا نشوف بقى ايه القصه. لازم تفهم نبذه عن التكنيك مش هقول لك تفاصيل قوي لكن على الاقل عشان تفهم معنى الجمله اللي هتقولها في الامتحان وهتختارها في الام سي كيو او تجرب تو فوز. يلا
يعني ايه اول شيء تسلسل ايه ده؟ يعني ايه اول شيء تسلسل ايه ده؟ شالو انتي تشين دكتور بصوا يا جماعه ايوه اما في ناس في الويكند دكتور معلش ممكن تعيد الفيجوال اكيوتي نعم الفيجوال اكيوتي الرسمه اللي ورا حاضر هقولها لك تاني حاضر بس خلينا نشرح التكنيك وهرجع تاني للفيجن عينيا الاثنين حاضر بس عايز ادخل وبعدين هوريكم فيديو لطيف اول فيديو عمليه تشوفوه في حياتكم اظن شفت فيديوهات عمليات قبل كده يلا تبقى عمليه رمد كمان ناس مش متخيله ازاي بنشتغل في العين دي عمليات الرمد من العمليات الممتعه جدا لو انت بتحب السيرجيكال تكنيكس عمليات الرمد من ألذ العمليات اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك اولا تخصص الرمد ده نان بلادي سين انت بتشتغل من غير نزيف بقى وحاجه ممتعه صحيح شغلك مايكروسكوبيك ومحتاج ما يكونش عندك تريموس خالص يعني ده من ضمن الكلينيكال اكزامينيشن اللي اتعمل عليك قبل ما تدخل التخصص ده لان لو عندك كده انت رحت في داهيه اصل المسافه بين الكورنيا والايريس بالمليمتر ها المشط يضرب في الكورنيا يضرب في تلوش جوه طيب بصوا الابروتش بتاع العمليه اللي اسمها اريجيشن اسبيريشن دي عين يا جماعه طبعا الواد قبل العمليه لازم نكون موسعين له مين بنحط قطرات توسيع على قد ما نقدر طبعا لو كان عايش صغير قوي يونيت عندنا مشكله في التوسيع اتفقنا لان العضله اسمها ايه دايليت النوت دي بلد بنوسع على قد ما نقدر قبل العمليه حلو وبعدين ايه اللي هيحصل الواد بينام بلينج كلي طبعا لانه مش كوبراتيف بيتحرك لازم جنرال انستيزي وشه للسقف بجيب المشط بتاعي افتح كده ايه ده انا فتح فين كده فين بقى اصلا انا ببقى قاعد ورا راسه ورا راس العيان بص من التلسكوب الانسجن بتاعي عند الابر ليمبس فين ابر ليمبس مبدئيا كان لازم تتوقع ده اصلا يعني اكيد مش هعمل انسجن في وسط الكورنيا لان اي قطع في الكورنيا بيهيل بايه فانا عايزها تفضل كلير فلازم اعمل انسجن في البريفري عشان لما يحصل سكار في البريفري يبقى ده جزء اصلا انا ما بستخدموش تمام اي جزء من الليمبس الليمبس بتاعي 360 درجه ولا لا اللي هو نهايه الكورنيا 360 درجه بدخل عند الابر ليمبس اكيد انا مش متخلف عقليا الواد يبقى نايم كده وانا قاعد بص في الميكروسكوب واروح اعمل انسجن كده واقعد متشحت طول العمليه اكيد على عدتي يعني فدايما عند الابر ليمبس خصوصا كمان ان الابر ليمبس كفرد مين الابر عالي فحتى السكار اللي هتكون موجوده واي سكار يعني فايبروز لونه ابيض مش هتكون باينه فكده ما غيرتش شكله طيب عملت انسجن صغير قوي نمبر 2 انا عايز ادخل اشتغل على مين جوه اللينس اللينس بتاعتي اوعى تنسى قلت لك شكلها مجسم كانك جبت طبقين قلبتهم على بعض عشان كده عملت لك موديل الورق ده انت شايف اللينس كده كونفكس سيرفيس انتيرير كونفكس سيرفيس ايه شفت ازاي طبعا الواد نايم مش قاعد انت طول ما انت قاعد او واقف اللينس كده لو انت نايم يبقى اللينس ازاي بص للسقف بروح جايب سرنجه انسولين سن ابره انسولين عالي جدا بس ابني السن بتاعها لورا ليه لان لما هدخل من خلال الانسجن ده عشان اوصل لللينس يا ريت السن يكون متني لورا عشان يخبط في الانتيرير كبسول اوف لينس حلو طيب هنعمل ايه بقى بص الخطوه اللي بنعملها عايز اعمل حاجه اسمها انتيرير كابسولوتومي انتيرير ايه ده انا عايز اعمل فتحه فين في وسط الانتيرير كبسول حد معاه قلم عادي يلا بصوا هعمل ايه ده الانتيرير كبسول واعتبر سن القلم هو سن الابره انا داخل بيها ناحيه الانتيرير كبسول بعمل كده سكراتش شايفين عملت سكراتش وبعدين اروح رافع الفلاب دي كده رفعت الفلاب ازاي اروح مدخل سن الابره في الفلاب دي كده ونظريه الكنافه داخل على رمضان بقى كل سنه وانت طيبين لف لفه كامله بص ازاي كده طبعا تكنيكالي ما افضلش هنا كل ما الف اروح رايح عند البيت بتاع الفلاب عشان ما تسرحش مني لان لو بشد من هنا ممكن فانا لا كل ما بقى هنا بقى كنترولنج اللفه اكتر وهكذا لغايه لما الف لفه ايه لفه كامله عشان ما تشرمش مني بالبلدي يعني طيب ايه ده انا عملت ايه فتحه كده ايه اهي خدتوا بالكم الوضع دلوقتي كده ايه اللي فاضل عندي المتبقي انتير الكبسول وكل البوستير الكبسول سليمه
وما بينهما، ايه اللي بينهم؟ الكونتنس اللي جوه اللي هو الكورتكس اللي في وسطه ايه؟ نيوكليوس، مش كده؟ بنروح جايبين اله اسمها باي مانيوال. اله اسمها ايه؟ ده مسكه بدال اتنين يعني. باي مانيوال في طريقين يعني. طريق بيرش ميه بيعمل ايه يعني؟ اريجيشن، عشان كده عمليه اسمها اريجيشن. والطريق الثاني فيكيوم بيعمل ايه؟ اسبيريشن، عشان كده عمليه اسمها اريجيشن اسبيريشن. هتقول لي انت ناوي تدخل بتو تيوبس؟ عشان كده بنفتح فتحتين صغيرين كمان اصغر بقى من الفتحه الاساسيه، واحد عند الساعه واحده وواحد عند الساعه 10. ادخل عند الساعه 10 في ايد اليمين بالاسبيريشن اللي هتشفط، ولا عند الساعه واحده احنا بنعتبر الكون يصلها زي المينا بتاعت الساعه، ادخل بالكانيولا بتاعت الايه؟ الريجيشن، اثبت ايدي دي عشان افضل ارش ميه، ودي بقى اقعد اشفط 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 ايه؟ طالما دخلت كده بصوا اروح داخل ما بين الانتيريور كبسول المترقي منها يعني والبوستيريور كبسول واشفط ال 180 درجه دول، اشفط كل الكونتنس اللي هنا، خلصت ال 180 درجه اللي هنا اروح طالع وعكس اروح، عشان كده لازم تتدرب شغل ايديك الاثنين بنفس الكفاءه، اروح داخل بايدي الشمال بالاسبيريشن كانيولا وانقل الاريجيتنج كانيولا في ايدي اليمين واروح داخل شفط الايه؟ إذا انا كده خلصت على كل الكونتنتس. كده اللي فاضل ايه في اخر العمليه؟ الباقي من الانتير الكبسول، ومين سليم ورا؟ السيريكول. يلا نزرع. في الحقيقه زمان زمان العدسات اللي بتتزرع باي ذا واي اللي هي ارتفيشال انترا اسمها انترا اوكلر ايه؟ انترا اوكلر لينس. العدسات اللي بتتزرع زمان في الحقيقه كانت عدسات صلبه بلاستيك، اوعى تفتكر عدسه اللي نزرعها باي كونفكس، لا لا بتبقى عدسه النضاره اللي انتوا لابسينها مدوره كده. كان الدايمتر بتاعها حوالي 6 مللي. اقل مقاس عدسه. وليها على فكره ايه؟ تاني كام مللي؟ 6 مللي، ده الجزء اللي هيعمل ريفراكشن زي عدسه النضاره. ناوي ازرعه فين العدسه دي؟ هزرعها سبورتد على على مين السليم اللي ورا؟ هنا بص هنا. بص حطيتها فين؟ حطيت هنا. هدخل بالانسيجن وازرعها هنا. بس ايه رايك لو زرعت عدسه لها ماكسيمم 6 مللي جوه الباج؟ اذا خدت بالك بسميها كابسولر باج، وكاني عملت شنطه بالفتحه اللي انا عملتها في الانتير الكبسول يعني. ايه رايك؟ العين المهم البنج من هنا كل ما يتحرك لان العدسه عماله تعمل كده. طب احنا عايزين العدسه تبقى ثابته، تفضل في المنتصف ما تتحركش. عشان كده الديزاين بتاع العدسه، بص الرسمه اللي ورايا، الجزء المدور ده هو الاوبتيك، ده اللي هيعمل ريفراكشن. خدت بالك فيه هنا؟ ليه بقى؟ ليه هابتكس؟ سلكتين كده عشان يعشقوا، عارف السلكتين دول خدوا الاوفر اول دايمتر بتاع العدسه دي؟ الاوفر اول دايمتر يعني من هنا بص يا شافي لهنا حوالي 14 مللي، كم؟ 14 مللي. هزرع العدسه دي فين؟ جوه الباج. حد فاكر اقرب مقاس في اللينس كان اسمه ايكواتوريال ايه؟ دايمتر، حد فاكر كان كام الايكواتوريال دايمتر؟ 9 10، فتخيل تحط حاجه 14 مللي جوه حاجه 10 مللي. يبقى بقت محشوره ولا لا؟ فكده العدسه تبقى ايه؟ ثابته. بس زعلنا قوي، عارف ليه زعلت؟ العدسات كلها كانت صلبه. فلما كنا نحاول نزرع العدسه كان لازم اجيب المقص بتاعي واجي عند الانسيجن واقعد اوسع علشان اخلي الانسيجن ينفع يعدي من خلاله مين؟ ال 6 مللي دول. الهابتكس على فكره بيطبقوا ويتفردوا. المشكله فين؟ في ال 6 مللي دول. فشركات المستلزمات الطبيه عملوا لنا عدسات ايه؟ فولدبل، يعني نفس العدسه بس شوف تمسكها فورسبس تتصبغ. هقدر ادخلها من نص الانسيجن، يعني الانسيجن صغير. بس قلنا لا متضايقين برضه، بيحبوا يدلعونا قوي. قلنا متضايقين، احنا بنجيب الفورسبس نمسك العدسه وانا بفعصها عشان اطبقها بتتزحلق مني، اقعد اجيبها وتتزحلق. طب ما فيش حل؟ قال لك طب هندلعكم اكتر. عملوا لنا عدسات انجكتبل، دي عدسه متطبقه جوه حقنه، اروح تروح نازله مفتوحه زي الكتاب. يبقى انا ما خدتش وقت في ان انا اعمل لها ايه؟ فولدنج. ازرع العدسه فين؟ ازرع العدسه في المكان ده عشان تبقى سبورتد على مين ورا؟ البوستيريور كابسول. قفل الوند روح خلصنا. عمليه هايله، الواد كان بيطلع شايف كويس قوي، بس الى حين 4 شهور ويرجع تاني مع مامته. مامته تيجي تقول لي يا دكتور كنا بندعي لك. الواد رجع يشوف، بس رجع دلوقتي بعد بقاله كام يوم مش شايف، وكأن رجع زي الاول تاني. وايه اللي حصل؟ نعرف على طول ان السيناريو اللي انا هقوله ده حصل.
هو دلوقتي انا لما فتحت فتحه في وسط الانتيريور كبسول كده لسه في جزء من الانتيريور كبسول موجود ولا لا؟ والانتيريور كبسول لاين هو ايه؟ الابيثيليوم. دلوقتي مين يقدر يدخل جوه؟ ايكوس. والايكوس مليان انزيمز اريتيتنج انزيمز هتريتيت مين؟ فالابيثيليوم ده خلاص احنا عرفنا القاعده، اي ابيثيليوم في جسمي بيتعرض لاريتيشن بيحصل له ايه؟ يبدا ميتافيزي على طول بروليفريشن يتكاثر بسرعه عشوائيه مجنونه ويعمل لي انتاج ملخبط يعني سيلز اوبيك تبدا سيلز اوبيك تو كريب. يعني ايه كريب دي؟ تزحف يلا اب نورمال اوبيك تك 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 ده كده بقى مين اوبيك؟ دي حاجه غصب عننا كجراحين مالناش دور فيها دي ربنا انزيمز اريتيتنج اريتيت الابسيليم هيتجنن يلاين التشير الكلام الاخر يقل نص نص ولا يقل قوي؟ ليه قوي؟ عشان قريبين كده من نودل ايه؟ نودل كوانت. فالواد يرجع مش شايف. فندخله عمليات مره ثانيه. ببنج كل مره ثانيه. خلي بالك ده خلال شهور يعني مرتين في سنه واحده. واروح داخل ورا العدسه اللي انا زرعتها اروح عامل فتحه مدوره في وسط البوستيريور كبسول الشيشانه كلها. بقى فتحه صغيره قدام مين؟ عايز حته تبقى كلير قدام اهم جزء في الباس واي بتاع اللي اسمه نودل كوانت. فتحه صغيره اسمها بوستيريور ايه؟ كبسولاتون. ايه ده يعني عرضت الوالد لبنج كولي مرتين فتحت عينه وطبعا في ريسك اوف انفكشن وارد يحصل في احسن اماكن الدنيا تعقيما مرتين في سنه واحده. فقلنا طب ليه نستنى البلاء؟ ها طب ما نتعامل معاه قبل وقوعه اصلا يعني نحاول ما نمنع وجوده. فبدانا نعمل ايه دلوقتي؟ بقى خطوه زياده في العمليه بما ان نظريه البروليفريشن دي الانسنس بتاعها مرعب عالي جدا قلنا خلاص نعمل عمليه ونزرع عدسه وادخل ورا العدسه دلوقتي في العمليه الاولى اروح عامل الفتحه دي عشان لما يجي الابيثيليوم يتجنن ويبروليفريت يقف عند الايدجز ما هو مش هيطير في الهواء فيفضل الحته السنترال عندي ايه؟ كلير. عشان كده زودنا خطوه بقت اساسيه في العمليه خطوه مين؟ البوستيريور كابسولوتومي. طبعا سيادتك مش هتفكر ان انا لما هعمل الفتحه دي العدسه اللي انا زرعتها هتقع صح؟ هي مش هتقع. ليه مش هتقع؟ عشان مين؟ عشان الذراعين دول اللي اسمهم ايه؟ العدس. من غير الذراعين دول كان ممكن العدسه تختص مني في قاع المحيط يعني فين؟ في الفيترس مش كده؟ فاذا العدسه بتاعتي هتفضل ثابته ما تقلقش عليها. فبدانا نزود خطوه لتجنب البي سي او اللي هو الاوباسيفايد بوستيريور كابسول اللي هو في الاخر قال لك السطر ده ومشي. انت دلوقتي فهمت ليه بيحصل كده وفهمت فكره العمليه فين. تعال اوريكم فيديو ليها عشان تحس انك انت خلاص عشت بقى. عشان المفروض هم قايلين برضه مع صاحبنا ما هو انت ده نيجي العمليه لكن الريبليسمنت بقى لتعويض اللينس هنعرف هنعمل ازاي وهنعرف بقى مقاس العدسه اللي انا بزرعه ده هيحيرني لما كل ما بيكبر زي ما انت بتفكر. انتهى انك سبقت. دكتور يا سلام عليك هو ده السؤال التكنيكال بقى اللي الراجل دخل معانا عمليات الرمد خلاص قال لك طب ليه برش؟ ما انا عايز اشفط. طب يلا اشفط على طول وامشي. ايه بقى رش الميه ده؟ ها بركه يعني زي ما بيرشوا ده المحلات عشان الرزق يجي يعني ولا ايه؟ مش فاهم سؤالك. كان كده فاطمه كان سؤالك كده ولا حاجه تانية؟ طيب اقول لكم ليه. هو انا اول ما هعمل انسيجن اصلا الايكوس اللي جوه هيخرج ولا لا؟ واول ما الايكوس يخرج الايريس والكورنيا يلمسوا بعض ولا لا؟ فلو دخلت بالاله اللي عايز اشفط بيها يبقى بحتك بمين غصب عني؟ لكن لما ارش ميه بنفخ الانتيريور تشيمبر تاني ولا لا؟ فلما انفخ الانتيريور يعني اخلي الانتيريور تشيمبر فورمد يبقى الكورنيا بعدت عن ايدي ولا لا؟ يبقى ده تو بروتكت مين؟ الكورنيا. طب هو انا داخل اشفط مين اصلا؟ اسحب مين؟ اسبايريت مين؟ اللينز باتر اللينز فايبر اللي هي اصلا امالجاميتد ملزقه في بعضها. طب انا داخل اكيد الاله اللي داخل بيها جوه العين ماسوره شفط قد كده يعني دي عين في الاخر يبقى اكيد الاله داخله ايه؟ واكيد الخرم اللي فيها حاجه فسوسه. طب ازاي خرم زي ده هيشفط حته بلك قد كده ملزقه في بعضها؟ لكن لما ارش ميه ايه الفايبرز تبقى فلافي تبعد عن بعضها فيبقى حجم الفايبرز ايه؟ بيصغر فيبقى كان بي اسبيريتد ولا لا؟ اذا انا والحاجه الثانيه عشان اخلي اللينز فايبرز بتاعتي تبقى لوز وسيبريتد من ايتش اذر عشان اقدر ايه اشفطها كويس.
يس بتسيب الماسلز الكبسول اوف ذا لينس يس. بس دلوقتي مش هي دي اللي بتعمل ريفراكشن، بيعمل ريفراكشن جسم جوه صلب. عملوا على فكره، فكرنا بما ان الجنيولز هتكون يعني هتريلاكس والكبسول هيحصل فيها انها تبقى كونفكس، عملوا لنا عدسات نفسها بتغير الكيرفيتشر بتاع حاجه اسمها اكوموديتيف انترا اوكيولار لينس، بس ما نجحتش، ما بتعملش ابدا اكوموديشن زي العدسه بتاعتنا ابدا. فالموضوع تم التكتيم عليه لانها كان ثمنها غالي قوي على السن، يمكن اغلى من ثمن العمليه نفسها، في الاخر ما بتجيبش النتيجه اللي احنا عايزينها. دكتور طيب يلا اوريكم العمليه، اتفضلي يا دكتوره. هو انا لو عملت بوستيريور كابسولوتومي انا كده في اكيوس يومر ورا البوستيريور لينس، فهو كده كده هيدخل برضو هيعمل اوباستي برضو يعني. اه ماشي، ما هيدخل هو خلاص، ما هو كده كده الايكوس بيدخل من قدام وهيدخل من ورا. انا ما بقلقش من الايكوس ده خالص بالنسبه للعدسه الصناعيه، لان العدسه الماتيريال بتاعتها اللي هو البي ام ام اي بولي ميثايل ميثاكريليت لا يتفاعل مع الايكوس او الايكوس لا يؤثر عليها. المشكله ان الايكوس بيأثر على مين؟ على الابيثيليوم، هو دي المشكله الوحيده اللي هو هيبدا يبروليفريت ويعمل الاوباستي. بما اني عملت فتحه في النص يفضل السنتر ده كلير، هو ده اللي انا عايز اوصله. تمام؟ التكنيك الاساسي اللي بعمل فيه كابستومي ها ده لازم والمكان الزرع لازم يكون من فتحه عند الابر ليمب فتحه كبيره. لكن السايد بورتس علشان ادخل بالالتين عشان اقدر اشرح. على فكره زمان الاله اللي كنا بنعمل بيها اريجيشن اسبيريشن كان اسمها بوسوي دبل واي كانيولا، يعني كانيولا واحدة بس ليها طريقين فيوز ملحومين في بعض، فساعتها ما كناش بنفتح فتحتين زيادة، كان هو المين انسيجن اللي فوق. بس عارف ايه ليه خلينا اكيد لما نتطور ونعمل تو سايد بورس ونعمل التو تيوبس سيباريتد يبقى ده واضح ان ليه ادفانتج، صح؟ عارف ايه المشكلة؟ هو انا بدخل الانسيجن الاساسي منين؟ من فوق صح؟ بماسورة صالد صلبة. اه صحيح ليها طريقين، حلو. عشان لك هشيل الكورنيا دي عشان تشوف انا عايز اقول ايه. اهو ايه رايك؟ انا داخل من هنا بالدبل واي كانيولا، هدخل اشفط اللينس فايبرز في ال 180 درجه دول. عارف مين اللي كنت ما بعرفش اشفطه ابدا؟ مين توقع؟ ماسوره صلبه طويله السب انسيجنال، ما كنتش بعرف الف كده، فكان يفضل عندي شويه هنا مش عارف اشفطه، فاطلع من العمليه سايب ورايا لينز ماتر. فعشان ما يبقاش في ولا حته بعيد عن ايدي عملوا التكنيك الباي مان عشان اشفط ال 180 درجه زي ما نشوف في الفيديو ده. يلا بينا نشوف. يلا هعمل شير سكرين، ممكن نقفل النور. افتحش داتا شو طيب بصوا يا جماعه، ثانيه واحده طيب يلا عشان نفهم بس احنا بنتفرج على ايه. دي ان شاء الله عين. ها طيب مبدئيا احنا موسعين البيبل على الاخر، حلو كده. طيب انا هشاور بالبوينتر الليزر علشان او خلينا بالماوس، اظن الماوس باين دي حدود البيبل. طبعا ما حدش يتقدم لون الايريس، احنا اتفقنا لون الايريس متوقف على كميه الميلانين بيجمنت، مش كده؟ كل ما كانت كميه الميلانين بيجمنت قليله كل ما كان لون الايريس فاتح، فما حدش يتخض. لون الايريس هنا جراي، وعلى فكره ده وارد جدا في الاطفال باي ذا واي، لان الاطفال احنا اتفقنا الاطفال اقل من سنه عمر بيكون لسه كميه الميلانين ما وصلتش للماكسيمم فاينل كونسنتريشن، احنا نوصل للفاينل كونسنتريشن عند سن سنه. طيب
بما ان الدكتور خد باله من حاجه سريعه جدا، قال لي احنا شايفين الريد ريفلكس كده جوه، ايه رايك؟ طالما شايف ريد ريفلكس يبقى الكاتراك دانس ولا نوت دانس؟ نوت دانس، نوت دانس طبعا. ايه ده؟ لان واضح ان الفيجن اسسمنت ما كانش كويس، ممكن يكون الكاتراك مش دانس قوي، لكن لما تيجي تقيس النظر الريليشن لا تحس انك عايز تعملها. طيب فاذا بس ده ريد ريفلكس، وهو بيبان قوي ليه في العمليات؟ لان الميكروسكوب بيكون بيربنديكول، العيان نايم فالنور بتاع الميكروسكوب بيكون بيربنديكول، واي نور بيربنديكولر مع بيوبل دايليتد بتشوف جوه لون ايه؟ لون احمر. يلا اللي انتوا شايفينه داخل ده، دي السكينه بتاعتي، ده المشرط بتاعي، السكالب بتاعي، بنسميه كيراتوم بالمناسبه، كيراتوم، اصل كيرات يعني كوني، كيراتوم يعني مشرط كوني. بص بقى لما هيدخل طبعا ذاتك مش حاسس بوجود الكوني، هتعرف فين الكوني دلوقتي لما تلاقي المشرط بيقطع، هتعرف انه بيقطع في الكوني الشفافه قوي بتاعتنا. يلا بينا. شايفين اهو اهو بيقطع كده احنا دخلنا جوه الانتيريور تشامبر، شفت ازاي؟ طبعا اول ما عملنا الانسيجن مين خرج؟ طيب انا لسه مش هجيب الدبل واي، انا لسه عايز اعمل فتحه فين؟ في الانتيريور كبسول، انتيريور كبسولات زي ما وريتكم على الموديل الورق، عشان طبعا احنا بنرش السلاين عشان ما بقاش فيه دراينس. هندخل دلوقتي الكانيولا نحقن، طبعا دي شايفين دي السيستيتوم نسميه كده، اسمه سيستيتوم، دي اللي هرجعها سنه تاني لورا، دي سن ابره الانسولين، لما تركزوا كويس دي سن مكني لورا، انا بس بحاول ارجع عشان الدكتور يشوف. بصوا هنعمل بقى نظريه الكبسولاتومي، هنعمل فتحه سكراتش في الانتير الكبسول. طبعا لا اللي في ايدينا الشمال ده احنا ماسكين حاجه عشان نفكس بيها العين، لان بتقعد تتحرك، شايفين؟ هتلاقي في حاجه زي قشره برتقانه او زي الفلاب كده بتترفع، شايفين الفلاب اللي اترفعت دي؟ في فلاب هنلف بيها زي الكنافه، شايفين بنلف بيها ازاي؟ اظن باين جدا. وطبعا كل ما شويه برجع تاني عند الايدج علشان ما تشرمش مني او ما تفرحش مني، بحاول اكنترول الفلاب عشان اشيل فتحه ورا في وسط الايه؟ الانتيرير كبسول. شوف لا ما الكبسوله اصلها كونتينيوس، اوعى تفتكر مفصلين عن بعض، ده ممكن تقطع معاك الفسيول الكبسول وكل حاجه تقع ورا. انت لازم تفتح فتحه بس فين؟ في الانتير الكبسول. شفتوا ازاي المنظر؟ كده احنا عملنا انتير ايه يا جماعه؟ عملنا خطوه الانتير الكبسولات. طيب طيب انا كويس ان انا جيت عند الحته دي، اللي عايز اقولها لكم على طول، خدتوا بالكم احنا عملنا تو سايد بورز، تو سمول انسيجن، واحد هنا صغير قوي على قد التيوب دي، يمكن اقل من 0.5 مللي، وواحد تاني هنا. طبعا خدتوا بالكم الانسترومنت دي في فتحه فوق بقها، هي دي الفتحه اللي ايه؟ هتشفط، هي دي اللي بتعمل اسبيريشن، والكانيولا دي هنا بتعمل ايه؟ ايريجيشن. طبعا لو ركزتوا كويس هتلاقوا في فتحه مدوره هنا، الفتحه دي اللي هي الكبسولوتومي اللي احنا عملناها في الاول. طبعا انا هدخل بقى بالاسبيريشن كانيولا عشان اشفط ال 180 درجه دول، بص بلف بالارو ازاي؟ او هشفط اللينز ماتر اللي هنا، بعد ما اخلص شفط للكونتنس اللي موجوده في المكان ده هغير، هجيب الكانيولا دي مكان دي ودي مكان دي عشان اشفط ال 180 درجه التانيين. يلا بص الاسبيريشن بيحصل ازاي؟ شايف مني يا دكتور كده؟ طبعا هديك لازم تبقى ستيبل ولا تقطع الفسيول الكبسول. طبعا احنا بنحايل اللينز فايبرز انها تبقى لازقه، في جزء منها بيبقى ستك على الكبازق في الكبسول، فبنقعد نحايلها على مهلها لغايه لما تيجي معانا. شايفينها تحسها بتتقشر، حتى الفايبر بتتقشر من على الكبسول. ايوه هي دي الاوباسيتي وهي دي الفايبرز اللي احنا بنشفطها. هتعرف حالك. لسه اول عمليه تشوف حياتك، هتعرف حالك. بره ما تاخدوش سيبه هيتشفت في البتاع دي، سيبه كده. خلصنا 180 درجه، هنعكس بقى. بصوا بقى كده ناقص 180 درجه العكس. طبعا سالني سؤال هنا، انا اعرف منين بتصير الكبسول سليمه وما جبتهاش معايا؟ هتعرف حالا. شايفين دخلنا ازاي بالافشن كان العكس عشان نصفر الكونتنتس العكس الناحيه الثانيه 180 درجه الاوبوزيت. استعجلش، هتيجي مع الاسبيريشن، يعني ما تقعدش تحارب عشان ما تقطعش الكبسول اللي ورا. طبعا هتلاحظ هنا الاسبيريشن احسن، لان كل ما الكونتنتس تقل كل ما تشوف الحاجات داخله جوه الماوس بقى، جوه الاسبيريشن كانيولا، جوه بق الكانيولا.
هتلاحظ درجة الحرارة عمالة تتسحب وتختفي. هتعرفي، هنعرف الكلام ده لما نتكلم على الصناعي. شايفين ازاي الحاجات تختفي؟ شايفين حتى الريد ريفلكس بدأ يبقى أروق ازاي وأحلى ازاي؟ طبعا نفسك تطمن على الكبسولة، أنا عارف. ايه رأيكم؟ مين جامد يقول لي؟ ثانية 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 استنى. استعجل أوي. مين جامد خد باله إن الكبسول سليمة؟ شايفين الرينكلز؟ شايفين الرينكلز الخطوط دي؟ هو ده الممبرين السليم. فكل ما بلاقي الرينكلز انا تمام، انا شغال حلو، انا ما جيتش جنب الكبسول. اذا دي اللي بتطمني ان البوستيريور الكبسول ايه؟ سليمه. خلي بالك الكبسول دي والله لو بتهف شمعه هتقطع الكبسول. شوف بقى ازاي؟ لو لمستها فانت لازم تكون دايما بارلل، اوعى تبقى بيرفكت، لو لمستها هتقطعها. عشان كده بقول لك التريمولز دي حتى لو فاين ابعد عن الرمد وغني له، ابعد. فانت لازم تبقى كده مسطره، اوعى تروح كده، كده هتقطع الكبسوله على طول. يلا كملوا. بقول يمكن تركزوا معاها بقى عشان تطمن طول الوقت ان الكبسول ايه؟ كبسول سليمه. ها شايف اخر شويه بتسحبوا اختفوا ازاي؟ شايفين الكبسول سليمه ازاي؟ كده احنا عملنا اللي علينا وزياده. طيب هنطلع بقى مش كده؟ ايه رايك اول ما هطلع بالالتين دول الميه اللي انا بعمل لها ايريجيشن هتختفي برضو ولا لا؟ عشان كده احنا خدت بالك الرينكلز موجوده قدام، شايفين الرينكلز؟ كبسول سليمه الحمد لله. ايه اللي انا دخلت بيه ده؟ دي كانيولا بحقن بيها الماده اللزجه، ليها هاي فيسكوستي اسمها ميثايل سيليلوز. لان بعد ما خرجت بالايريجيشن كانيولا، الايريجيشن ايه؟ اللي بترش ميه، خرجت بره الميه خرجت ورايا، فالعين هتكولابس وانا عايز ادخل ازرع عدسه. فلو دخلت زرعت العين كولابس هخبط يمين ورا الكورنيا، فلازم احقن ماده تبقى ستيبل حتى والعين فيها لسه انسيجن ما قفلتوش. فبنحقن ماده ليها لزوجه عاليه اسمها ميثايل ايه؟ سيليلوز. بعد ما احقن الماده دي هروح جايب العدسه بقى بالانجكتور اللي هو الانجكتابل اي او ال، اروح حقن العدسه. هتلاقي العدسه عامله زي الكتاب وبتفتح بالتدريج. يلا نشوف. مش حلو ده بيحصل طبعا. ليه حل بقى ايه؟ انك انت طيب خلينا نكمل واقول لك هنعمل. طيب لا لا كده مش حلو خالص، العب بطل واطلع اجري دي. طيب دايما 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 في الطب الجراح الشاطر مش دايما اللي يشتغل without complication. لازم هتحصل، هو اللي يعرف يمانج any complication، يعني يحصل معاه complication بس هو احسن منها هيظبطها. هقول لك ازاي بنظبطها. طيب دي العدسه يا جماعه بالانجكتور، بصوا هتلاقيها دلوقتي حاجه غريبه جدا بالاحقن اهو، هتلاقيها نزلت من الانجكتور اهي، بتنزل اهي، بتنزل متطبقه زي الكتاب، كتاب مقفول وبتفتحه كانك بتفتح كتاب بالظبط. طبعا العين اتحركت بره الفيلد، هنرجعها تاني الاكس واي بتاعها بتاع الميكروسكوب يعني اصلا. شايفين ده الهابتك؟ ده الهابتك، ده الدراع، والعدسه بتفتح. طبعا احنا بنساعدها تفتح لانها بقى لها كتير محشوره، بالتالي بتقعد تفتح بلكاعة. انا مش هقعد استنى تفتح في ثلاث اربع دقايق، بفتحها بالشوبر اللي معايا ده، اسمه شوبر مش مهم اسمه. طيب بنوسطنها كمان بالمره، سيبها تفتح على بعضها، بتشد الهابتك، بص الهابتك تمام فل. ظبطنا. اوعى تنسى تسحب مين بقى في الاخر؟ الفيسكو الاستيك اللي انا حقنته ده الميثايل، لانه يرفع ضغط العين يعمل جلوكوما، فلازم اسحبه خلاص طالما زرعت. او لا انا داخل تاني بالاسبيريشن كانيولا عشان اشيل مين المره دي؟ اشيل الميثايل اللي انا حقنته عشان ما ينفعش اقفل على مين؟ على ميثايل. طيب اوريكم في الاخر كده العدسه لما كانها في السنتر، شايفين العدسه بقى سنترلايز ازاي كده. طبعا لما البيوبل تقفل مش هيبقى في ايدج باين كده. كده احنا زرعنا الحمد لله والعمليه خلصت. طبعا ما تنساش تفتح ورا مين؟ تعمل فتحه ورا البوستيرير كبسول علشان ما يحصلش بي سي او بوستيرير كبسول ايه؟ اوباسيفيكيشن. حلو يلا حاضر. انا عارف حماس الشباب، نور النور. بص يا جماعه في فرق كبير جدا ان انا اعمل كنترول كبسولوتومي، يعني ايه؟ اجي بسن الابره اللي انا عملت بيها انتر كبسولوتومي اروح اعمل فتحه مدوره صغيره ورا في البوستيرير كبسول. البوستيرير كبسول تراكشر، لو البوستيرير كبسول رفشرت يعني ما بقاش عندي بوستيرير كبسول خالص. مبدئيا
كميه كبيره جدا من الفيترس اللي هنا هيطلع لي قدام، ولو طلع الفيترس بكميات كبيره لازم اعمل فيتريكت. يبقى اول حاجه تو مانج الرابتشر تشيل الكبسول، ان الفيترس اللي هيطلع بهبل اللي قدام لازم اشيله، لان لو سبته قدام هيسد الفتحات اللي بتطلع الايكوس اللي اسمها سبيسز اوف فونتانا، وضغط الايه ايه يوصل لارقام مجنونه يعلى قوي. فاذا يو هاف تو دو انتيرير فيتريكت. لكن لما انا اعمل فتحه صغيره جنك وفي عدسه كمان مزرعه قدام في الطريق، كميه الفيترس اللي هو اكثر على فكره الفيترس الفيسكوستي بتاعته، واحنا عيال غير وانا دلوقتي غير وانا عجوز، كل ما بنكبر ونتحرك ونتخبط الفيسكوستي واللزوجه ايه تقل، وكل ما كان الاستراكشر مور فيسد فرصه انه يتحرك تبقى اقل. فاذا في الاطفال الفيسكوستي قليله، فمع فتحه اسف عاليه جدا، فيسكوستي عاليه جدا لازق جدا، وكمان ما تنساش ان الفيترس حواليه ميمبرين، فاكرين قلنا اسمه ايه هايالويد ميمبرين. فاذا لو انا كان ايدي جنتل وانا بفتح وانا كنترولنج بفتح ازاي، ما قطعتش الميمبرين مع اللزوجه عاليه من الفيترس مع فتحه صغيره في وسط الكبسول، ففرصه ان كميات من الفيترس تطلع قليله قوي، ولو طلع هيبقى كميه ايه ضئيله جدا، غير لما اللي اتوسع هتلاقي فيترس طلع بالهبل. ولما يطلع فيترس بالهبل هعمل له لازم فيتريكتومي عشان ما يحصلش جلوكوما، يبقى انا تجنبت الجلوكوما الحمد لله. لكن يفضل عندي مشكله، الواد ده ما بقاش عنده فيترس كتير هنا، والفيترس كان ليه دور، كان بيفضل ضاغط على مين وراه الريتنا عشان ما يحصلش انفصال ايه، يبقى الولد ده معرض بقيه حياته اي خبطه بسيطه في عينه يحصل له انفصال شبكي. فيبقى انت علق له هاي ريسك اوف ريتنال ايه ديتاتش، ده غير انك مش هينفع تزرع عدسه هنا، يبقى فقدت القدره على زرع عدسه في النورمال اناتوميكال بوزيشن اوف ذا اوريجينال لينس. الانتراوكال لينس مش هتبقى سبورتد لو زرعتها تروح وقع منك ورا. فاذا تراكشر بشرك، فالحل ايه هنا؟ يا اما تستغنى عن فكره الزرع اصلا، يا اما للاسف تضطر تزرع له عدسه. بس فين سبورتد على مين يعني؟ على اسمها انتيري تشامبر. ايوه وده مش خطير، دي مضاعفات. فاذا هناك قطعت الكبسول لازم تمانج، ولازم تحذر الاهل بقى وتعرفهم ان الفيترس اللي مشي ده كان عامل سبورت للريتنا واحنا خسرناه، فالواد ده افضل ما يلعبش رياضات فيها التحامات، ما يتخانقش، ما يتخبطش في عينه. ده غير انك انت احتمال تعوض له العدسه اللي انت شلتها معيش تزرع مكانها بنضاره، طبعا نضاره كعب وكوبايه بقى عدسه تقيله قوي، يا اما تضطر تزرع له عدسه في انتيريور تشيم. فاذا دي طبعا، لكن لما بعمل انا كبسولاتهم بايدي لا دي فتحه صغيره وزرع عدسه والفيترس ما بيطلعش كتير او ما بيطلعش اصلا، فرق كبير قوي. طيب يس هعملوا ايه؟ لا دي فتحه، اصل خلي بالك الكبسول ميمبرين كده، فانت لما تعمل فتحه كده هي في الاخر مش هتفتح طالما هي كونتينيوس ريجولار سيركل. لكن عارف لو كده ممكن تشوف، فاحنا بنحاول زي ما شفت كده تبقى كونتينيوس سيركل. في جراحين بيعملوا الكبسولات من الاول، في جراحين زي حالاتي بزرع واعمل من العدسه الكبسولات عشان العدسه تبقى سبورتنج الفتحه تبقى تسدد الفتحه. فانا شايف ان الاثنين صح. طيب لا ما هو لو انت ما جيتش جنب الممبرين مش هيطلع في كل الاحوال، ما قطعتش ممبرين ورا ايدك كجنت مش هيطلع، بس انا بفضل احط العدسه احتياطي تو بي ان سيف سايد. في ناس عملت حاجات حلوه قوي على ما توصل يعني عادي في مصر يعني عادي تعمل النواب عندنا اللي بيتعينوا بدايات بنقعد معاهم نحاول يتفرجوا علينا الاول، وبعدين ده ما انا اتفرجت على اكبر مني، وبعد ما يتفرج علينا يشتغل وانا ادي له ستبس مش كل الستبس، وبعدين اخليه يشتغل لوحده وانا متعقم مش استنى، لان الغلطه بتحصل في ثانيه والمانجمنت لازم يبقى سريع، فاتعقم معاه لغايه لما اوصل لمرحله بقى قاعد جنبه وانا مش متعقم لغايه لما يوصل لمرحله اشتغل لوحده. بس طبعا في اثناء دي كلها يعني الرمد فيه ميزه وفيه عيب. لا عموما الرمد فيه ميزه ان البيشنت مهما لوشت فيه وكنت ضايع اخره يفقد بصره مش حياته ما بيموتش، بس ده عيب في حد ذاته. اللي بيفقد حياته بنقرا عليه الفتحه ونصلي عليه وخلاص وخلصنا.
لكن اللي بيفقد عينه يفضل لازق لك زي الدبانه، يا دكتور مش شايف، يا دكتور مش شايف، ويجي لك في كل حته مش شايف. وطبعا الزبائن اللي عندك في العياده كله هيجري اول ما يسمع انه مش شايف. فهي الفكره ان هو ما بيروحش في حته، بيفضل موجود لازق لك بقى ما انت اللي عملت فيه الكارثه دي، فبيفضل ستاتيو. فاذا دي طبعا هوبنج ما يحصلش معاك كده يعني. وهوبنج انك تبقى فاهمين الطب صح، مش تلعب برضه تجري يعني تحاول تتصرف زي ما عملت البلوح صلح. طيب المهم ما علينا. طيب العملية التانية بقى، التكنيك التاني اسمه لينزكتو. اسمه ايه؟ لينزكتو. بص التكنيك التاني الابروتش مختلفة. برجع الجراحي بعد ملي اتنين تلاتة وروح عامل انسيجن. ايه ده؟ تلاتة ملي بيهايند ليمبس. بالبرجر بقيس 3 مللي بيهايند مين؟ بيهايند ليمبس. ايه رايك لما اعمل اعد 3 مللي على السكليرا؟ ادي السكليرا اهي 3 مللي كده واروح داخل. بص اصبعي فين المره دي؟ ده انا داخل ورا قوي كده. انا اي ام ابروتشنج اللينس من الخلف مش من الامام. بص اتجاه الارو بتاع الاسود هوضحه لكم على الرسمه. اذا لما تعد 3 مللي وتفتح انت جوه الفيتراس كافيتي اهو اهو. شايفين دخلت فين يا جماعه؟ دخلت اللينس من الخلف وليس من الامام. طيب ادخل بايه بقى؟ ببروب. بروب حاجه زي القلم. بروب ده حاجه زي القلم. البروب ده متوصل بماشين اسمها فيتريكتومي ماشين. اسمها ايه؟ فيتريكتومي. البروب ده اخره في فتحه بتشرب بره، بس الفتحه دي فيها سكينه تتحرك تو اند فرو لقدام ولورا، فبتقطع واي حاجه بتتقطع بالسكينه بتتشفط اول باول. ايه ده؟ طب انا غصب عني دخلت بالبروب اللي بيقطع ويشفط ده، دخلت فين؟ قطعت مين اصلا؟ غصب عنك ده انا افويد الممبرين اللي حوالين الفيتوس، وبدات اقطع واشفط مين غصب عني؟ شويه بس بسرعه اروح قلب ايدي بقى، عشان انا رايح اصلا اعمل عمليه على مستوى اللينس. ابدا اكل اللينس منين؟ من ورا كبسول بوستيرير ذن كورتكس نيوكليس كورتكس انتيرير كبسول. شكرا شكرا تماما. ايه ده؟ عشان كده العمليه اسمها ايه؟ اكتومي. ده انا شلتها خالص ما سبتش فيها حاجه، لينزكتومي. وقطعت مين معايا في الطريق قبل اللينس اصلا؟ ما شلتها الفيتراس ميمبرين. كده الفيتراس لاس اخباره ايه؟ ده بالهبل، ده الفيتراس هيتحرك كل القدام. عشان كده خطوه مهمه في العمليه دي تعمل بروبر انتيرير ايه؟ فيتراكتومي. اتفقنا ما ينفعش اسيب الفيتراس فين؟ في الانتيرير تشامبر. لو سبت فيتراس الانتيرير تشامبر وقفلته وروحت ضغط العين ايه؟ يعني طبعا كلمني على العمليه بقى. العيان ده فقد معظم الفيتراس بتاعه، ده كده عنده هاي ريسك اوف ريتينال ديتاتش. ده غير انك انت فقدت القدره انك تزرع عدسه صناعيه في النورمال اناتوميكال بوزيشن بمزاجك، وبالتالي ما عندكش حل غير انك يا اما تزرع انتير تشامبر يا اما ما تزرعش وتعوض اللينس بحاجه ثانيه عدسه لاصقه بقى او نضاره زي ما هنعرف دلوقتي. هتقولي الله طب ده كده فرق واضح جدا، يعني اكيد التكنيك الاولاني احلى كتير لاني بسيب مين سليم؟ معظم مين؟ سيرك كبسول، وازرع عدسه في النورمال اناتوميكال بوزيشن والفيتراس معظمه في مكانه، يبقى اكيد دي احسن. طبعا طبعا الاريجيشن اسبيريشن احسن. هتقولي طب وجعين دماغنا ليه بقى؟ بيجيبوا سيرتها ليه؟ يعني احنا بنضطر نعمل، عارفين بنضطر امتى؟ لما يكون البيشنت بتاعه فاكرين ست لثمان اسابيع كانت الانتير تشامبر ايه؟ شالو. لو اوحت وعملت التكنيك اللي عاجبني اكتر يبقى خسرت مين معايا؟ الكورنيا. الكورنيا بالمناسبه لو بقت اوبيك لا يوجد لها حل غير عمليه زرع قرنيه كيراتوبلاست. العمليه دي افشل ما تكون في النيونيتس. فاذا الواد ده هيطلع مش شايف ومش هعرف اعوض له الكورنيا ده، فيفضل في امبليوبيا، يفضل في نستاجماس، يفضل في كوارث. فاذا الحل ان انا ابعد ده طالما ان هو اشتغل بدري واشتغل عمليه اسمها ايه. فاذا الى الان دي ليها دور الاطفال اللي عندهم، لكن لو الانتيرير تشامبر ده بتسمح لا طبعا تعمل مين احلى ريشن اسفلش. مش انت عندك الانتيرير تشامبر ديبس في النيونيتس الافيشال يعني الايريس تقريبا قريب من الكورنيا قريبين جدا، فلو دخلت عملت التكنيك اللي من قدام ده يبقى هخسر مين معايا؟ الكورنيا. فعشان كده بنضطر نعمل في الاطفال النيونيتس مين؟ اللينزكتوم. ايه؟ لا ده وانا داخل اصلا اعمل انسيجن، وانا داخل اصلا بالالات بتاعتي حتى لو في ما هو الايكوس في الاخر هيمنع او هيمنع على قد العمق مش هيزود العمق. طيب بص يا جماعه اذا خلاص احنا عرفنا التكنيكس، ايدر سيادتك بتشوز التكنيك الاولاني لو الانتير تشامبر ده تسمح طبعا ميكس نو سنس افضل،
يا اما بتختار التكنيك التاني. ايهما سيادتك عملته كده انت خسرت وشلت مين؟ اللينس. يبقى لازم تعوض غيابها ولا لا؟ اه طبعا، لانه وداوت لينس يبقى عندنا حاجه اسمها افاكي. انت اصلا دخل تعمل عمليه في الواد الصغير ليه؟ عشان يشوف، فشلت له العدسه اللي ربنا خلقها له عشان هي اوبيك. خلاص شلت كوباستي اه، بس انت كده ما كملتش جيميلك للاخر. من غير العدسه اللي ربنا خلقها ايه يعني؟ نو فيكيا هي الكلمه البديله لكلمه لانس. فيكيا يعني نو لانس. كده الواد ده بقى حلته مين بس كريفراكتيف سيرفيس؟ كونيا. كده صوته بيتجمع فين؟ يبقى مش برضه. يبقى عملت عمليه عشان يشوف، تعمل عمليه مش شايف، يبقى انت ما خلصتش للاخر. يبقى لازم تعوض غياب مين؟ غياب اللانس. تعوضها ازاي؟ بالعقل كده، ما عندكش غير حل من ثلاثه. يتعوض غياب اللانس بنضاره، يلبس نضاره قدام عينه، تعوضه عن الباور بتاع اللانس اللي فقدها يعني، او تلبسه عدسه تسقط كونتاكت لانس، او زي ما شرحنا في العمليه الاولى نزرع له عدسه احلى انترا اوكير لانس امبلانتيشن، مش كده؟ هذه الحلول. بس هنا اقف لحظه، ايه رايك؟ الحلول دي كلها لن تستطيع بها الا انك تصلح نوع واحد من النظر، يا فار يا نير، لان العدسه جماد، اي كلهم جمادات، ما ينفعش تغير الباور بتاعها. تفتكر احنا قررنا نظبط المقاس نصلح بيه الفار ولا نير؟ اللي بنحتاجه اكتر اكيد اللي هو الفار. ويبقى الواد ده كده اتحكم عليه بلس اي وسيله من دول، لازم يكون معانا نظاره ايه؟ نظاره قرايه. سي ال يعني كونتاكت لانس، عدسه لاصقه. حلو، نظاره ايه؟ قرايه. هتقول لي طب ثانيه واحده، يعني سيادتك عايز تقول لو انا تفتق ذهني وقررت اصلح الولد ده بعد اصلح غياب اللانس يعني الافاكيا بنظاره، كده بقى عنده كام نظاره؟ نظارتين. تخيل مين اللي عنده نظارتين؟ العيال الصغير. لا هو ايه؟ نظاره للمسافات ونظاره القرايه، وكل واحده منهم قد البلوه. فالواد ده اللي عنده يمكن ما لسه ما راحش كي جي 1، تخيلوا بقى المقاسات اللي هيكون فيها لو انت حكمت عليه تصلح له الافاكيا بايه؟ نظارتين. اولا فيري هيفي، اثقل من وزنه هو شخصيا. ده غير ان هو طول ما هو لابس النضاره، انتوا عارفين اللي بيلبس نضاره دايما لازم يبص من خلال السنتي بتاع الجهاز بتاع النضاره. الفيلد بالنسبه للي لابس نضاره اقل، يستخدم مساحه من الفيلد قدامه اقل من اللي ما عندوش نضاره. كونستريكتد فيلد. ايه كمان؟ غير ان هم بير ملخبطينه، وغير ان هم تقال، غير ان هم كونستريكتد فيلد. دي اهم حاجه بره بتفرق معاهم السايكيك تروما. احنا مش فاهمين يعني ليه سايكيك، يعني ايه الدلع والمرقعه دي؟ احنا كلنا عندنا سايكيك تروما اصلا، ده مش اوبشن يعني، ده انت بتتولد بسايكيك تروما، مش محتاجه النضاره عشان تعمل لك ازمه نفسيه. الواد ده تخيل بره عشان التنمر والحاله النفسيه بالنسبه لهم بتفرق جدا، غريبه قوي البني ادم بيفرق معاهم. فالواد ده لما هيلبس نضاره ويروح كي جي 1 اول يوم، وهو اصلا اول مره يسيب اهله، بقى في فوبيا كده في الاول، دخل كمان المكان اللي هو خايف منه، لقى اللي جوه المكان بيضحكوا عليه اول ما شافوه، لانه لابس نظاره عامله زي التلسكوب، عدسه كبيره قوي. فاول ما شافوه ضحكوا عليه، فتعقد من اصحابه اللي المفروض يبقوا اصحابه. دخل الفصل، حتى المدرسين عندنا مش مؤهلين، تلاقي اللي بيدرس العيال خريج اي حاجه غير كليه تربيه، فمش فاهم يتعامل نفسيا ازاي مع العيال. فالمدرسه ولا المدرس صدمه صدمه عمره، يلا يا جماعه السبوره اللي انا كاتبها انقلوها في الكراسات اللي عندكم. فالواد يروح لابس نظارة المسافات، قرا كلمة، يروح قالعها لابس نظارة القراية عشان يكتب الكلمة، الفصل كله خلص وهو لسه في أول سطر. طبعًا المدرس يمسكه ويجادله، أنت سلحفة، أنت مش عارف إيه، أنت عارفنا. فالواد يتعقب من الدراسة واليوم اللي شاف في المدرسة. يقول طب والله ما حاضر تاني في الفصل، أنا هنزل ألعب بس. نزل حوش المدرسة. كل ما تنزل حصة ألعاب والنبي ألعب معاك. مين ده الفريق اللي هيلعب كوره ياخد واد بنضارتين مش نضاره واحده؟ فما يردوش يقعد يدبدب ويعيط لهم في الارض. طبعا لما هيصعب عليهم هيلعبوه في الاخر. بس في عالم كره القدم اللي ملوش لازمه بينه في ايه؟ وقف جول. وقف جول، يرضي حتى يقف جول مجبر. الهجمه هناك مستمتع، جات المرتده بقى فجاه العيال اختفت، استنوا عايز يوقف الهجمه يلبس النضاره عشان يشوف دخل فيه جول، مسكوه ضربوه فسلوه. الواد لا لاقي، مش عارف يندمج مع المجتمع، لا تعليم ولا رياضه، بقى في عزله. فبالنسبه لهم كارثه، قال لك النظارات هتعمل له ازمه نفسيه، فاذا الجلاسز ضايقته. طيب
نقول طيب الحل الثاني كونتاكتس. مين ده اللي هيلبس كونتاكتس؟ الواد الصغير اللي لما بيجي له دور برد مامته بتجي ورا الشقه كلها عشان تدي له معلقه دواء شرب سيرب. ده المفروض هيشوف مامته ماسكه عدسه كده بتقرب من عينه طبعا بايده ورجله وترفيه شرب، وهي بقى عشان عارفه ان الحاجه دي مهمه هتبدا تمسكه تحت ايديها ورجليها بعد الحرب. difficult insertion difficult ايه removal، ده مع المقاوحه ممكن تعمل له ايه كورنيال ألسر تعمل له ايه. فاذا بقى والام عشان تبقى مش طايقه اليوم اللي انت عملت فيه العمليه لان بقت كل يوم في الحرب دي مع الواد، فلما انت مبسوطه ولا الواد مبسوط. طبعا انا بأهلك نفسيا عشان تقول لي اكيد يبقى احلى حل انك تعوض العدسه ازاي. ها نزرع عدسه جوه العينيه ونخلص مش كده؟ كلكم مستنيين الحل ده. اذا واضح ان الحل بتاع الانترا افرا لانت انت مستني ان ده افضل حل. حتى الحل ده في العيال الصغيره قوي دي حل صعب جدا لان احنا كدكاتره هو حلو للوقت بس لو عرفت تظبطه. يعني ايه بقى الكلام اللي كنت تسال فيه؟ انت عارف انا عشان ازرع عدسه جوه العين مش لازم يكون ليها مقاس ولا اي عدسه وخلاص، على حسب انا عايز العدسه جوه العين هنا تجيب الصوره على مين؟ عارف عشان كده عندنا جهاز الترا سونوجرافي بيحسب لي مقاس العدسه بتاع كل عين على حسب ايه بقى؟ على حسب اصلا قوه الكورنيا في العين دي قد ايه؟ مش انا عندي ريفراكتيف سيرفن المفروض يساعد العدسه يجمع الصوره فين؟ وكمان على حسب الريتنا فين؟ حسب ايه؟ اللي هو ينقصد ايه بقى؟ طول العين اسمه اكسيال لينز. اسمه ايه؟ عشان كده نحط الفروب كده على العين يطلع ويفز عشان يقول لي المسافه من الكورنيا للريتنا قد ايه؟ المسافه دي نورمالي الافريج نورمال اكسيال لينز عندنا احنا الرقم حوالي 24 ملم. ده طول العين المثالي، ده مكان الريتنا المثالي. بس للاسف احنا بنتولد بقى داي 1 طول عينينا 16 ملي بس، وبنوصل لمعظم الطول النهائي معظمه around the age of 3 2 4 5 years. نوصل لطول من 16 ل 22 ملي، يعني الايفوليوشن الثوره كده في تطور العين في اول 3 4 سنين، وبعدين ال 2 ملي اللي فاضيين على محللها بقى. فطبعا الجهاز بتاع الكمبيوتر اللي هيقول لك ازرع العدسه الفلانيه احسب مقاس العدسه بالنسبه لمكان الريتنا دلوقتي اللي هو كام ملي تقريبا 16 ملي، فيقول لك تقدر تزرع عدسه الواد مستمتع. ليه؟ الصوره جت على الريتنا دلوقتي، كبر سنه في الثانيه في الثالثه الريتنا بدات تبان على الصوره ولا لا؟ فكده العدسه اللي ستك زرعتها ما بقتش ايه؟ ايه ده يعني قابلتنا مشكله. الموضوع ما كانش سهل، حتى حساب قوه العدسه المزروع حيرنا. ليه؟ لان بيحصل باور تشينج ويز ادفانس اوف لايف. باور ايه؟ باور تشينج. ليه؟ العين بتفضل تكبر في اول سنين عمر وبالتالي مكان الريتنا بيتغير. يلا مين جامد بقى دخل عالم الرمد معايا وحبر كده يقول لي طب انت لو مكاني تعمل ايه عشان تتغلب على فكره ان العين عماله تكبر وبالتالي مقاس العدسه المزروعه ما بقاش مناسب؟ ازاي نخلي العدسه اكثر جدوى يعني مناسبه اكثر؟ يعني عايز تقول ايه؟ يعني نعمل عمليه وما نزرعش ونلبسه نظاره مثلا؟ البسه نظاره سنتين ثلاثه يمشي الحال بيها لغايه لما عينه تكبر وبعد كده ازرع له عدسه في عمليه منفصله بعد ما عينه تكبر اعمل عمليه ثانيه. ده حل فعلا بنعمله. نويت تيل دي اي كونتينيو تو فاينل جراس ونزرع عدسه. في حل ثاني نزرع العدسه على مقاس لما يكبر مثلا ونلبسه. يا سلام يا سلام اللي انت قلته الدكتور قالته اونلاين. نزرع عدسه دلوقتي ترمي الصوره ورا الريتنا دلوقتي ما اسمعش كلام الجهاز، اشوف الجهاز قال لي كام ودي مقاس تاني بحيث انه يودي الصوره فين؟ ورا. فلما العين تكبر الريتنا تروح للصوره وكانك حكمت عليه اول سنتين ثلاثه نظره يبقى محدود شويه بس بقيت عمره يبقى زي الفل. فاذا ده حل وده الحل اللي انا بعمله اكشن معظمنا يعني مش انا بس. ليه؟ لانك كده سرحت العين كام مره؟ مره واحده. لا لا مش اصلا طالما المهم الضوء يوصل طالما ميديا كلير مش هم يوصل هم يوصلوا خلاص. فاذا بقى عندنا حلول. بس خدت بالك برضه الموضوع يعكنن يعني حاجه تضايق انك انت مش قادر تحرق كان المقاس اللي زرعته مظبوط 100% ولا لا؟ فهمتوا ليه بقى؟ لما الولد لقينا عنده الكاتراك نوت فيجوال سيجنيفيكانت كان الافضل نسيبه عشان ما نخش في الدايلما دي. نظارات بقوا امبير، عدسه لاصقه بقت حرب، عدسه مزروعه خايف من المقاس، ده غير ده كله معاك نظاره ايه كمان زياده؟ قرايه. فليه بقى؟
لو النظر معقول يبقى الاحلى تسيبه عشان ما تدخلش في القصه دي، وعشان يبقى محتفظ بايه كمان؟ بالاكوموديشن. اظن الصوره دلوقتي بقت توضح اكتر. فاذا كتاب الاسم عرض الموضوع ايه؟ انا عرضت لك بالطريقه واحده واحده. كتاب الاسم راح دخل على طول في الفاكت، قال لك ايه بقى؟ قال لك لو الكاتراكت الكونجنيتال كان يونيلاترال، ايه يعني عين واحده، اعمل برايمري امبلانتيشن. اما لو كان الكاتراكت باي لاترال الاحلى تعمل سكندري امبلانتيشن. طبعا انت مستمتع لما تقرا المعلومه دي لوحدك، هتبقى مستمتع قوي. حلو يعني ايه برايمري؟ يعني اصلا ايه برايمري؟ يلا لو انا زرعت عدسه في العمليه الاوريجينال يعني اثناء العمليه بتاعتك، ده اسمه برايمري امبلانتيشن. لكن لو عملت العمليه وروحت وتاني يوم، حتى تاني يوم مش بعديها بسنه او اثنين، عملت عمليه منفصله زرعت فيها، ده اسمه ايه؟ سكندري امبلانتيشن. فهنا قال لك ايه؟ قال لك لو بعين واحده فيها كاتراكت كونجنيتال في عين واحده، الافضل تزرع دلوقتي. ليه؟ عشان تساوي العينتين ببعض قدر المستطاع، عشان المخ ما ياخدش قرار ايه؟ لان قعد سنتين ثلاثه لغايه لما هتزرع عامل سبريشن للعين، يبقى اذا انت كده بتعرض لدنس امبليوبيا. اذا الاحلى تظبط له العينتين بعدسه مزرعه وتخلص. اما لو بايلاترال، بايلاترال لا شيل ماشي حالك بنضاره بعدسه لاصقه لغايه لما براحتك بقى، مفيش قلق، لان الاثنين كده ايه؟ زي بعض. فالمخ اللي هيحب واحده ولا هيكره واحده. فاذا الحلين اللي احنا قلناهم عرضهم علينا، بس عرضها لك ازاي؟ قال لك لو يونيلاترال اعمل الحل بتاع الامبلانتيشن الفوري، لو بايلاترال ايه؟ اعمل سكندري يعني اجل الزرع لغايه لما عينه توصل للنمو النهائي والحجم النهائي، وزرع في الاثنين مره واحده عدسه مقاسها ايه؟ مظبوط. ده هو عملها بالطريقه دي بس، لكن نفس الافكار اللي احنا فكرنا فيها هو استخدمها. فهمتوا ازاي الفرق في العرض يعني؟ اذا يونيلاترال تعمل ايه؟ برايمري امبلانتيشن. طبعا ان الليزر دخلت بتقع في حته في السنتر، ممكن انا الوقت ده اصلا انا اركبت المخ بحط معاك. لا 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 مين قالك؟ هي هتقع في السنتر برضه، هي الفكره بس وقعت ازاي؟ يعني بص انا عايز افهمك، لو انا ما عنديش عدسه اهو، لو في عدسه هنا ادي الماكلا اهي، اللايت راي سي منها هيوصل هنا ولا لا؟ بس هيوصل فوكست. لكن لو انا ما عنديش دي اللايت ريز هتوصل برضو، بس هتوصل فوكس فين؟ عدت عليها برضو، المهم توصل وخلاص، مش مهم مركز، المهم وصلت، يبقى ده هيديفلوب في المكنه. انتيريور تشامبر يعني فين؟ وانا هوريكم صور ليها عندنا في السي دي بتاع الاسم. بنزرع العدسه دي تكون مسنوده على حاجه، على الايس هنا، سبورتد على الايس، ايريس سبورت، ما انتيريور تشامبر انترا اوكلنس بالبان. لما كان في كلينيكال بالنسبه لسنه رابعه قبل ما اول دفعه ثالثه، في عم ابراهيم بجيبه هنا السنتر، الراجل ده لطيف جدا، كانوا بيبصوا قبل ما يشوفوه، عنده عين مزروع له، عنده كاتراكت فيها اتعمل له عمليه ومزروع له عدسه في السيت شيمبر، والعين الثانيه مزروعه في السيت شيمبر يمين، واحده في السيت واحده انسير. طبعا هتقولي ده الجراحه بيشكل له يعني؟ لا طبعا، ده العين الشمال وهو بيعمل عمليه فيها بتصير الكبسوله اتقطعت، فالجراح ما عرفش يزرع فحطها له فوق الايرس اليمين. هو نفس الجراح اللي عمل اثنين، وده وارد، يقول لك ان وارد يحصل كومبليكيشن بالصدفه. ما طالما كومبليكيشن موجود في التاكس بوكس وحصل في الليترشر في التاريخ يعني، اذا وارد يحصل معاك مهما كان ايدك هايله. مفيش دكتور رمد يبقى كاذب لو قال لك ان كل عملياته في تاريخه مشي كده. وانا بقول لك تاني، في اي تدخل جراحي وارد يحصل مضاعفات، وانت عشان تبقى دكتور شاطر you have to know how to manage and to face complications اهم من انك تعمل ستريت فورورد تكنيك. طيب دكتور، ممكن حضرتك بس تعيد حته برايمري وسكندري امبلانتيشن تاني؟ طيب انت الاول فهمتي فكره ان انا لو زرعت عدسه اثناء العمليه الاولى ده اسمه برايمري، يعني اثناء العمليه نفسها بتاع الكاتراكت اسمه برايمري، لكن لو اجلت الزرع ليتر او عملته في اي وقت منفصل غير وقت العمليه بتاع الكاتراكت اسمه ايه؟ سكندري. مش ده اللي احنا قلناه من شويه؟ قلنا انا عندي مشكله هيرودينا ان العين بتكبر، وقلنا عشان اتغلب على المشكله دي قلنا حاجه باتنين، يا اجل الزرع لغايه لما العين تنمو للنمو النهائي توصل للطول النهائي، يا اما ازرع عدسه بس مقاسها ما يكونش مظبوط قوي دلوقتي لكن يبقى بعد سنه او اتنين يبقى بيرفكت لما العين توصل للطول النهائي. ده اللي احنا قلناه هيرودينا.
فانا الكتاب قال وده العلم الافضل فعلا انك انت او ان احنا في البرايمري بنعمل امتى برايمري في اليونيلاترال، لان انا عايز اخلي العينتين يبقوا زي بعض بسرعه علشان ما اديش فرصه للمخ انه يرفض واحده ويكره واحده. بالمناسبه اقول لكم على معلومه ادفانسد ما كنتش حابب اقولها دلوقتي، بس انا حاسس او متوسم خير فيكم وربنا يستر. يلا هقول لكم سبب تاني يخلينا مجبرين اليونيلاترال نعمل امبلانتيشن دلوقتي. اصل هو ايه البديل انك تعمل برايمري امبلانتيشن؟ انك تعمل ايه؟ سكند. والسكند امبلانتيشن هيتاجل ازاي؟ سنتين ثلاثه صح؟ وتلبس ساعتها ايه بقى؟ ممنوع علميا، لا يجوز لبني ادم عنده افيكيا في عين واحده يلبس نظاره. تعال اقول لك ليه؟ دي معلومه كانت هتيجي في الايرورز، بس بما انكم سالتوا عشان الكلمه تدخل هنا ما تطلعش بقى كده كده وكاننا سبقنا يعني. بصوا اقولها ولا مش عايزين؟ اوكي. بصوا يا جماعه، لو دي عين حلوه فيها اللينس اللي ربنا خلقها ودي عين فيها، وهنلبس البني ادم تفطر ذهني انا هلبسه نضاره. لكن لو بني ادم تاني اهو دي الحلوه والتانيه هي اللي افكت، بس انا قررت ازرع له عدسه هنا او ازرعها له فوق الايرس ايا كان يعني. طيب الفرق لو انا حاسب المقاس مظبوط بتاع النضاره او بتاع العدسه المزروعه صوره تتجمع فين؟ لو مظبوط على الرقم حلو. بصوا لو العينتين دول بيبصوا على هذا الرجل حلو، الراجل ده صورته هتقع طبعا في العين اللي فيها العدسه ربنا خلقها على الرقم اهي، وهنا نفس الكلام اهي حلو. نظارة بقى تاخد راحته قوي. ايه ده؟ ده فرق رهيب في الحجم. هو هل هيحصل كده؟ يس. اكتشفنا ان النظارة بتغير حجم صورة الاوبجكت نسبة تصل ل 33% عن الاوريجينال سايز. لو النضاره كونتكس بتكبر، لو النضاره بتاع الناس المايوبس كونكيف بتصغر. ايه ده الناس المايوبك اللي معانا في القاعه تقول لي ايه ده؟ يعني احنا بنضاراتنا شايفين كل حاجه اصغر من الطبيعي؟ تقول لي لا، اقول لك والله هتقول لي لا، اقول لك والله بس انت بتنسى، انت بتقارن دلوقتي، انت شايف كل حاجه صغيره ولا لا دلوقتي؟ عارف ايه اللي حصل؟ انت شايفها صغيره بس مين عدل لك الدنيا؟ ده يعني انت شايف الازازه بتاع الكحول دي صغيره وابعد شويه عن الواقع، بس هتروح تجيبها صح مش هتروح غلط، لان مخك عايز يربط ما بين الحقيقي واللي انت شايفه. والدليل فكر يا حلو، اول يوم لبست فيه نظاره تقول الارض مليله انا حاسس ان في حاجه غلط، اقول لك اتقل هتتعود. مين يتعود؟ مش انت، ده حاسس السلمه بعيده، حاسس انك في حاجه غلط. إذن واضح ان الحاجات ابعادها واحجامها اتغيرت، بس انت اتعودت بسرعه. ليه؟ مقاسك قليل، مقاس ايه؟ ماينس واحد، ماينس اثنين، وعينيك زي بعض. عارف بقى لو سيادتك في فرق كبير ما بين العينتين اكتر من فور دايوبترز، يعني عين ماينس 8 وماينس 1، يبقى دكتور دجال لو لابسك نظاره، لانه هيحكم عليك بكده. لو بالبلس اوبجكت بالحجم الطبيعي والتاني فاميلي سايز، لو بالماينس اوبجكت بالحجم الطبيعي والتاني جنبه نقطه، لما يطلع صورتين المخ يعرف يركبه؟ لا. فيبقى حكمت على البني ادم ده يمشي طول الوقت عنده دبل ايه؟ دبل فيجن. ديبلوبيا. اذا واضح ان لو الكاتراكت يونيلاترال انت ليس امامك غير حل واحد، لازم تزرع عدسه جوه العين، لان احنا العدسه لما تزرعها جوه العين الاوبجكت النير هيأبير از اتس نورمال سايز اند ديستنس. فكده ما يحصلش ماركت ديفرنس في الريتنال امج سايز. ماركت ايه؟ على فكره دي اللي هي اسم علمي، ماركت ديفرنس في الريتنال امج سايز
دي اسمها انايزو كونيا. كونيا يعني صور، انايزو يعني مختلف، انايزو يعني مختلف في اللانجويج، كونيا يعني صور، صور حجمها مختلف. وده ينتج عنه ايه؟ ده دبل فيجن، ديب بلو. فاذا فوربيدن ان بني ادم عنده فرق كبير في الايرور ما بين العينتين يلبس نظاره، ولا يحصل له فرق كبير في حجم صوره الايه؟ الرقم. فاذا لو بني ادم عنده 93 واحد هشيل له العدسه اللي جوه عينه، لا يمكن ابدا تعوضها الا بايه؟ بعدسه مزروعه، والا هتخليه يبقى عنده ايه؟ والمخ او ما لاش شايف كل حاجه اتنين، يعمل ايه؟ يروح قايل للعندي لا انا مش هستلم منك صوره، انت لخبطاني، فيبقى عمل امبليوبيا بروسبريشن برضه ولا لا؟ فاذا عشان تطلع بره الدايلما دي، لو بني ادم يونيلاترال كاتراكت هيبقى افكت في عين واحده، لازم تسرع له العدسه دلوقتي فورا عشان تتغلب على القصه دي وعشان ما يستمرش الامبليوبيا. لكن لو بايلاترال، ايه رايك لو لبس نظاره هنا وزي النظاره اللي هنا؟ الصورتين هيبقوا فاميلي سايز، صح؟ هيركبوا على بعض المخ ولا لا؟ طالما قد بعض هيركبوا على بعض، يبقى لا هيكره واحده ولا هيكره الثانيه، ولا هيبقى عنده دبل فيجن، يبقى النظاره تمشي ولا لا؟ تمشي الحال لغايه لما عينه توصل للحجم الايه؟ الحجم النهائي، نزرع له عدسه مظبوطه بقى. وصلت؟ ايه المعلومه اكثر؟ احسن؟ لما ايه؟ ما انت بتزرعها برضو عدسه ميد واي، اتفقنا؟ تزرعها كانك هتجيب الصوره دلوقتي ورا سنه. وساعتها لما تبقى ورا سنه لو لبس نظاره عشان يجيبها على الريتنا هيبقى مقاسها ايه؟ اقل من الفرق ما بين الاثنين، اقل من اربعه، فمش هيحصل ماركت ديفرنس، فيقدر يتجاوز على الفروق المخ ساعتها. فهمت؟ هيفضل شايفها اكبر بس واضحه. هنا المخ يقدر يعدل، والدليل انك انت عندك عدل لما حد لبس نظاره قدر يعدل، فالمخ وانت كبير حتى، فالمخ يقدر يتجاوز طالما شايف كويس، حجم كبير، حجم صغير، حاجه بعدت، حاجه قربت، هو هيعرف يتاقلم معاها سون بسرعه جدا. لا لو الفرق اكتر من 4 دايابترز، ال 33% تشكل فرق كبير، فرق اللي المخ لا يتجاوز عنه، دي ستاتس بقى. فهمت ازاي؟ ما يعرفش يركب الصورتين، فيبقى عنده دبل فيجن بقى. افيكيا يعني اب نور، ايه يعني نو؟ افيكيا يعني لينز. مش انت عملت عمليه؟ شلت العدسه؟ لما شلت برضه شلت العدسه، حتى لو شلت الكبسول، الكبسول مالهاش دور، اللي انت شلته جوه ده هو ده اللي بيعمل ريفراكشن. ايه ده؟ قال لما لو زرعت خلاص، ما هو ده الحل اللي بنعمله اسمه اي او ال، ما هو ده الاي او ال، مش احنا قلنا بنعوض يا اما بدا يا اما لو انت زرعت بقى انت عملت الحل ده خلاص، بس تاخد بالك بقى الحل ده هتظبطه ازاي عشان التغير. ما ده لسه كنت بقول لك الريجيشن اسبريشن دي عمليه منفصله، زرعت ولا ما زرعتش على حسب مزاجك انت. يعني انت خلاص شلت اللينس كده انت الريجيشن اسبريشن شلت اللينس، لينزكت شلت اللينس، الزرع دي حاجه زياده اوبشن تحطه دلوقتي او لا. وصلت؟ بص يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، بس احنا الرمد، انت اول ما في حاجه تسمعوا رمد، فعشان كده احنا بناخد الدنيا واحده ولسه مش مستوعب، لكن كويس انك بتعدي ليفلز، هتلاقي الريت بتاع الاستيعاب بتاعك انت فرقت والشرح بقى اسرع، مخلص كميات كبيره فما تقلقوش احنا لسه. فكل ما هتمشي في الرمد كل ما هتلاقي نفسك خلاص انت عندك بيس بتبني عليها. طيب حد عنده سؤال يا جماعه قبل ما انتقل لبدايه انتروداكشن اوف سيناين كاتركت؟ خالص هو يوني لاترال، يعني ما ينفعش اعوض غياب اللينس غير بعدسه مزروعه. ممكن الحل الثاني كونتاكت لينس، بس العدسه مزروعه احتاج لينس في العدسه الصغيره ما بنحبهاش. فبنزرع على طول دلوقتي، زرع في نفس العمليه اسمه ايه؟ برايمري امبشن. اما لو كان باي لاترال عندك اوبشن تستنى لما العين تكبر، فتعمل عمليه الزرع دي لما العين تكبر، لان الاثنين هيبقوا زي بعض بالظبط. هو انا بس ممكن ارجع للبوينت بتاعت الاريجيشن الاسبيريشن سبيريتال اوبشن. هو المشكله كانت انه الفستيكال كبسول بيحصل فيها اوسيفيكيشن، بس الانتيريفيكيشن يس الانتيريفيكيشن هيحصل فيها ايه؟ ولا حاجه، هي مفتوحه اوريدي في السنتر. الانتيريك كبسول الجزء اللي باقي منها في الاطراف اصلا مستخبي ورا الايرس وكده ولا كده، اصلا المشكله كلها في الفستيكال كبسول اللي هي اقرب للنودال بوينت. فانت عندك السنترال اريا في الانتيريك كبسول انت شلتيها اساسا يا مي، فالمشكله كلها في الجزء اللي ورا. الجزء اللي ورا ده لما يبقى عليه اوباسيتي
وفي السنتر وقدام النودال بوينت هيفرق، عشان كده كان لازم نعرف تصير الكبسولات. طب كده ايه اللي ايه الحاجه اللي بتنشيت الاوباسيفيكيشن ده؟ الاي بي سيليوم اللي هو ما زال متواجد لايننج جزء المتبقي من الانتيريور كبسول والايكويتور بيبقى ايريتيتد نتيجه الدخول المستمر للايكوس داخل اللاز. الايكوس از ان ايريتيتنج فاكتور لهذا الاي بي سيليوم، واي بي سيليوم في الجسم يبقى ايريتيتد بيرسبوند سوليد بروليفريشن. وسنس ان الانتيريور كبسول فيه بورت منها اللي في النص ده اوريدي متشال، فهي مش هتبقى موجود اصلا. بالظبط بالظبط. شكرا يا دكتور. طيب ايوه عمر صدر. دلوقتي في البرايمري امبلانتيشن يس، بعد ما نعمل العمليه دي والعين تكبر بنعمل عمليه ثانيه؟ لا لا، ما احنا اتفقنا يا عمر، احنا في البرايمري امبلانتيشن بنحاول نزرع عدسه مقاسها يجيب الصوره ورا الريتنا بحاجه بسيطه دلوقتي، عشان لما العين تكبر الريتنا تروح للصوره، فتبقى عمليه واحده. عايز اقول لك على معلومه، عايز اقول لك يا جماعه على معلومه تكنيكال، انا اقدر ازرع 3 4 5 عدسات فوق بعض، لكن تيجي تقول لي شيل عدسه زرعتها اقول لك ابدا مش هعمل العمليه دي. ليه؟ وانس انك زرعت عدسه بيحصل حوالين الهابتكس فايبروزس وادهيجنز، لو حاولت تيجي تشيلها انت هتنزع معاك الكبسول كلها وهيطلع وراك الفيتروس، فاذا ما تشيلش عدسه ابدا زرعتها. عشان كده الاوبشن اللي كانوا بيعملوه قبل فكره انك تزرع عدسه ما تسمعش كلام الجهاز بتاعك الكمبيوتر بتاعك، ما تسمعش كلام البيومتري بتاعك، طريقه قياس العدسه اسمه في ايكويشن معينه على السوفت وير بتاع الجهاز بيحسب لك مثلا عدسه، ما تسمعش كلام الجهاز وانما ازرع عدسه تجيب الصوره فين دلوقتي؟ ولا ريتنا عشان لما العين تكبر. زمان بقى في حل كمان، في ناس بيعملوا غير دلوقتي على فكره، يزرع عدسه دلوقتي مقاسها مظبوط ويستنى سنتين ثلاثه لما العين تكبر يدخل يزرع فيها عدسه ثانيه، بيسموها بيجي باك او باك باك، يعني عارفين الصوره بتتشال الظهر وكانك هتزرع عدس فوق العدس عشان تجيب الصوره السميشن بتاعهم، يجيب الصوره فين؟ عدس. فده حل في بعض الجراحين بيعملوه، فانت عندك حلول لكن مش العدس ابدا انت زرعتها. هل هيقعد كده ولا هو هيبقى هايبر ميتروبيك لفتره لغايه لما العين تكبر؟ ده ممكن يقلب مايوبيك، ممكن يبقى ميتروبيك حسب بقى العين بصت لغايه فين بالظبط. يعني انت لو نقطه البوينت اوف فوكس، لو البوينت اوف فوكس استنى ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده بس ارد على التليفون. الو فاذا دلوقتي سي مثلا البوينت اوف فوكس هنا، انا خليت العدسه المزروعه تجيب لي الصوره اهي، هو كده هيبقى مترو. لما عينه تكبر لو وريت ميه في ثانيه هيبقى اي مترو كده بقى حلو. احتمال بعض ساعات كانوا انا ايه، ما اقدرش اقول لك احلف لك بالظبط هو هيبقى ايه بعد كده، لكن انا ببقى التارجت بتاعي نفسي يبقى ايه بعد كده اي مترو. انا اصلا الاولانيه لو انت نضاره، بس نضاره تبقى مثلا ايه، نضاره مثلا قليل مش تبقى مثلا بلس 15 بلس 10 بلس 1، طالما الفرق في المقاس بين هنا وهنا ما فيش اقل من 4 مش هيبقى في فرق كبير في حجم الصوره. هي يعني الفكره كلها ان انا مش عايز ادخل في قصه الدبل فيجن. المخ تاني لا، هو الكواليتي حلوه لكن الفرق في الحجم، طالما الصوره على الريتنا كواليتي بيرفكت. الفكره كلها ان المخ اتعود يشوف الحاجه كبيره وابعاد مختلفه، لما انقله بقى بعدسه مزروعه لاحجام طبيعيه هيعرف هيعرف. هو الدليل انك في اي مرحله عمريه لبست فيها نظارتك مخك ما خدش كتير لغايه اتعود على الواقع الجديد، فاذا المخ بيقدر يتولريت طالما كواليتي هي هي بس المسافه والحجم اتغير بيقدر ياكوميديت. وده انا قلته من شويه، يعني لو انا لبستك نظاره وكبرت لك الحجم قوي بس شايفه كويس، يعني النظاره بتكبر الكونفكس، شلت النظاره وزرعت عدسه بقيت تشوف الحاجه بحجمها الطبيعي، المخ هيتنقل هيتنقش عادي. يعني قبل ما اجل هو هياجل لازم هيلبسك حاجه تعوض، هو لو اجل من غير ما يصلح يبقى وحش، ما احنا اهو قلت لك لازم تعمل دي فهتلبسه نظاره لازم. طيب يلا يا جماعه نبدا الانترودكشن اوف سيناريو. ده الموست كومن تايب اوف كاتر. بصوا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين قصه السيناريو الكاتر، هنروح فين بقى عشان بس قصه الكتاب بتاع الاسم اللطيف اللي هو دايما بيحسسك انك انت تايه. هترجع بقى تاني للشابتر اللي احنا شغالين فيه، احنا شغالين في شابتر اسمه ايه؟ نورمال
and abnormal AMH caps مظبوط. هل ارجع له بقى الودانا هنا ايه في الشابتر اللي انتوا فيه ده؟ ان ده احد انواع الكاتراك اللي هو جاب اسمها في الشابتر هناك اللي هو احنا رايحين دلوقتي نورمال ان اب نورمال. وقال لك اتفرج بقى على الديتيلز بتاعته في الشابتر اللي هو بتاع الديزيز افكتنج انفنتس. فاحنا خلصنا الحته دي لانه قال لك سي شابتر اللي هو بشكل كان شابتر 10 تقريبا قال لك روح اتفرج عليه هناك. دلوقتي احنا رجعنا بقى للشابتر اللي هو شغالين فيه اصلا لقيته الصفحه الصفحه الكام يا دكتور؟ صفحه 50 ده اللي احنا بادين فيه اصلا من الاول. طيب عايز احط لك ديفينيشن للسينايل عشان تبقى عارف يعني ايه سينايل اصلا. It's a gradual progressive lens opacification. لما تسمع اونس في الطب gradual يعني الموضوع بيحصل على مدار اسابيع وشهور. انا عندي 3 اونس في الطب. في sudden. Sudden يعني الموضوع او المرض لم يستغرق ثواني ودقائق. في rapid يعني ساعات وايام. Gradual يبقى أسابيع وإيه؟ شهور. It's a gradual. الموضوع بياخد وقت طويل. Progressive. دائما في زيادة. الأوباسيتي هتزيد. Lens opacification. Affecting all people above 50 years. هل ده معناه؟ إن لو دخل لك حد كبير. 5 ناس 6 ناس 7 ناس. راجل أو ست. واكتشفت إن عندهم opacity في اللانس. خلاص ده سينايل؟ لا. لازم تسألهم سؤالين ويقول لك نو نو. حضرتك يا حاج اتخبطت على عينك؟ يقول لك لا. لانه لو قال لك اتخبطت يبقى نوع الكاتاركت ايه؟ تروماتيك. يبقى لازم يقول لك نو بريفيوس هيستوري تروما. طب يا حاج عندك مشكله في عينك او مشكله صحيه عامه؟ يقول لك لا. يعني ما تعالجتيش من حاجه في عينك ابدا؟ لان لو كانت قالت لي اه انا كان عندي التهابات في عيني وادوني كورتيزونات وقطعت تكلمني على ايتس مثلا. كان عندي قرحه في القرنيه وبعديها مش شايفه يبقى ده كورنيال ألسر. كان عندي سكر بقالي 30 سنه وبتعالج منه يبقى دايابيتس. انا عندي برونكيال ازمه ماشي على كورتيزون سيستميك بقالي 20 سنه يبقى اذا لو اديتني بوستيف هيستوري حاجه من الحاجات دي يبقى ده اسمه ايه؟ كومبليكيتد كاتاركت. فاذا يبقى لازم نو بريفيوس هيستوري اوف سيستميك او لوكال اي ديزيز. اذا لو قالوا نو نو لا ده ولا ده لا اتخبطنا ولا عندنا امراض اخرى لوكال او سيستميك يبقى ده على طول مين؟ فاذا بالاستبعاد لازم البيشنت يستوفي هذه الكريتيريا يبقى فوق الكام؟ 50 سنه ولازم ما يكونش ده اتعرض لتروما ولا ايه؟ عنده مرض في امكان اخر لا في عينه ولا في جسمه. طيب تخيلوا رغم ان هذا النوع اكثر نوع شيوعا نسبه لا باس بها من الناس اللي بيعدوا ال 50 بيجي لهم هذا الموضوع الى الان احنا مش عارفين السبب الحقيقي unknown etiology. والدليل ان لغايه الوقت اللي بكلمكم فيه كل يوم بيطلع حالات جديده. ما احنا لو عرفنا السبب هنمنع حدوث المرض اصلا. احنا مش عارفين نوقفه. فتيلنا وكلها اجتهادات كلها ثيوريز الله اعلم حاجه منهم صح او مش حاجه منهم صح حاجه منهم ليها علاقه بالموضوع لان احنا مشينا ورا كل ثيوري وحاولنا نتلافى الثيوري دي ما فرقتش. يعني مثلا في ناس قالوا قد يكون سبب الكاتراك disturbed كبسول permeability. مش هتفهم اللينس بتتغذى عن طريق ان النيوترينتس بتعدي من خلال الكبسول. قال لك لو حصل لخبطه هتقولي تقصد ايه لخبطه يعني الكبسول permeability زادت ولا قلت؟ والله كلاهما وحش. ما هي لو زادت في حاجات هتدخل توكسيك ما كانش المفروض يعمل ايه كوس. ولو قلت يبقى النيوتريشن قلت. ففي ناس قالوا كده. في ناس قالوا احتمال disappearance لميتابوليكالي important substances فاكرين الفيتامين سي والجلوتاثيون. قال لك احتمال يكونوا نقصوا وبالتالي هنا هيحصل accumulation لمادة اسمها ايه lactic acid. في ناس مشوا ورا الكلام ده وضل على الناس هاي دوز وفيتامين سي وهاي دوز وجلوتاثيون ولا فرقت. في ناس قالوا prolonged exposure للultraviolet rays وطبعا اكبر مصدر اليو في نور ربنا نور الشمس. This means لو السيري دي صح يبقى هذا النوع من الكاتراك يحصل أكثر في الناس الكبار اللي كانوا طول فترة حياتهم وشبابهم شغالين في أماكن outdoors. لكن لقينا سيناريو الكاتراك بيحصل في الناس اللي شغالين في مواقع مهندسين عساكر مرور ضباط مرور مزارعين في أراضي زراعية زي بالظبط الناس اللي شغالين زي حالاتنا indoors أماكن مغلقة. فإذا السيري دي ضعيفة جدا. في ناس قالوا قد يكون السبب هرمونال disturbance لخبطة في الهرمونات. حتى ما عرفناش اي هرمون. يعني هل الاي سي تي اتش يزيد او يقل؟
ثايرويد يزيد او يقل، وضع الدنيا قلبت هوا بره قوي. ثايرويد هرمونز محدش عارف، مشينا ورا الهرمونز كلها وعملنا تحاليل وحاولنا نظبط اللي عنده خلل ولا فرقت. فاذا تيل ناو لا تاكل. لكن بما ان احنا عندنا عدد رهيب من الحالات اللي ظهرت على مدار بدنا نلعب لعبه لطيفه دايما، ما كنتش عارف سبب في الطب بتتراك الحالات عندها ايه واشتركت في ايه علشان تحاول تمسك طرف الخيط. فلقينا كده القاعده بتقول ايه whatever the cause is اللي احنا مش عارفينه لغايه دلوقتي، بيحصل دايما في كل الحالات changes في two main components of labs. changes في ايه؟ two main components. مين ال two main components؟ فاكرين لما قلنا 65% ووتر 34% بروتينز؟ هيحصل تغير في الاثنين دول، بس مين الاول؟ بروتينز. اول تغير هيخلي اللينس دي تبقى اوبيك، تيك داون في اللينس بروتينز. تاكسين فاكرين قلت لكم اللينس بروتينز عباره عن فيري لونج تشينز كده؟ لقينا فجاه يحصل تاكسين في البروتينز وتتحول لامينو اسيد سايبه عن بعضها. بريك داون او بنسميه في اقوال اخرى كو اجيوليشن اوف لينس بروتينز. ده متاكدين انه بيحصل. اذا ذا نمبر 1 تشينج. طبعا لما يحصل بريك داون اللينس تبقى ايه؟ تبقى اوبيك. طبعا مين اللي بيكسر البروتينز دي؟ انزيمز اسمها بروتيزز. اسمها ايه؟ الفا وبيتا بروتيزز. جم منين؟ احب ابشركم كلنا عندنا الانزيمز دي في اللانس. تقول لي انا الابيض يعني احنا ممكن الانزيمز بتاعتنا تكسر البروتينز واللانس بتاعتنا تبقى وما نشوفش؟ ما تقلقش. الانزيمز دي موجوده جوه اللانس بس دورمنت. مش هتشتغل الا لو بقت اكتيفيتد. لقينا بقى اللي بيأكتف الانزيمز دي اول ما البي اتش تبقى اسد. اول ما البي اتش تبقى اسد تبدا تتجنن تبدا تكسر. وده وارد الحدوث في الاولد ايج. واضح كده ان باي اني مينز احنا مش عارفين ايه هي الطريقه الحقيقيه بيحصل سام سورت اوف اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد. يعني عشان نتخلص من لاكتيك اسيد هذا الرجل او الست العجوزه فالبي اتش تبقى اسيدك فدول يتجننوا ويكسروا. المهم ده اللي هيحصل. بريك داون دايما بيحصل عن طريق البروتيزز. ده بعد ما البروتين تتكسر وتتحول لامينو اسيد يعني بارتكلز حجمها صغير لقينا بيحصل تغير في الكونتنت الثاني اللي هو مين بقى؟ ووتر. ايه اللي بيحصل؟ ايذر اور. لقينا ناس لما الامينو اسيد دي اتكسرت الاوزموتيك ايجنت جوه اللينس زادت. ولما الاوزموتيك جريدنت او التركيز يعني الكونسنتريشن جوه اللينس زادت تبدا تسحب ميه منين؟ الايكوس. واللينس دي تقلب بالونه تكلبس كده تبقى اوفر هايدريت. اذا تحويل البروتينز الامينو اسيد والاوزموتيك جريدنت اللي انسحبت ميه زياده يعني في الووتر كونتنت. لكن ناس ثانيه لقينا حصل العكس. بعد ما البروتينز اتكسرت لامينو اسيدز لقينا كميات من الامينو اسيد اللي سمول بارتكلز بدات تعرف تخرج بره. وكل مولكيول امينو اسيد خارج بره اللينس يشد معاه مولكيول اوف ووتر. فكده الاوفر اول كونتنتس قلت وتحديدا الووتر كونتنت قلت ولا لا؟ دي بنسميها لينس ايه؟ سكليروزس. عشان كده حتى وصفت لك اللينس مكرمشه، كرمشه انها بدات تفقد كونتنتس من جوه. تقول لي ايه ده؟ ده الاثنين عكس بعض. طب تقدر تقول لنا مين هيحصل له كده ومين هيحصل له كده؟ ولا هتقول لي يعني مفيش قانون بيحكم خالص كل واحد وحظه؟ اقول لكم على قدها من كده. والله شفنا ناس العين اليمين بتاعتهم اللي انسحبت ميه والعين الشمال حصل لهم السيناريو الثاني العين فقدت ميه. ده في نفس البني ادم. لكن اللي عمرنا ما شفناه ولا هنشوفه ان نفس العين اللينس اتغير كلامها. هي تسحب ميه للاخر يا تفقد ميه للاخر. ما ينفعش تبدا تسحب ميه وان ترجع تخسرها تاني. فاذا هيحصل هايدريشن هيحصل ايه؟ سكليروزس. اذا ده اللي بيحصل. ده السيناريو اللي احنا متاكدين منه. هسمعك حالا. بريك داون في البروتينز نمبر 1 followed by A change في الووتر كونتنت either بزيادة أو بالإيه بالنقصان. فهمتوا اللي بيحصل؟ ليه؟ الإيتيولوجي الله أعلم إلى الآن not known. سؤالك بقى تفضل. كلام ده pathogenesis و definitions مفهوعة. الكتاب بيروح داخل على طول في clinical picture ويقول لك يلا. بس أنا عشان أفهمك بقى clinical picture دي لازم أخدك step by step تفهم يعني الموضوع وأكلمك عليه الوحد. طب الاسم لما كتب كلينيكال بيكتشر وبدا يتكلم عارف عمل ايه؟ دخل السينايل في الكومبليكيتد مع بعض وكتبهم مع بعض وانت عليك انك تطلع ده حتى كمان من غير ما اعرفك ايه. لكم ان تتخيلوا سينايل كاتركت نوعين كبار قوي
75% من حالات السينايل كاتركت سينايل كورتيكال كاتركت. يعني البريك داون الاوباس تبدا فين؟ تبدا في الكورتكس. و20% اسمه سينايل نيوكليار كاتركت. يعني الاوباس تبدا فين؟ خلي بالك لما اقول لك تبدا معناها انك هتقعد شهور اب تو سنه سنه ونص التكسير هنا بس، الاوباس هنا بس. لكن بعد فتره سنه سنه ونص يبدا التكسير فين كمان؟ لغايه لما تبقى كلها اوبيك. ولما اقول لك سينايل نيوكليار يعني التكسير يبدا هنا بس في 20%، لكن بعد سنتين ثلاثه يبدا يوصل لمين؟ يبقى تيرو ماس كام في المية من النسبة دي؟ 5%. ده الناس القليلة قوي اللي التكسير يبدأ في وقت واحد. دلوقتي يبدأ بريك داون هنا وبريك اسمه ايه ده؟ كورتيكو نيوكليير. طبعا السينايل كورتيكال كاتراك ليه اعراض وعلامات والنيوكليير ليه اعراض تانية. هو في الاحياء ما وضحلكش ده في الاول، ما تكلمش ده دخلهم في بعض. فانت عليك انك انت لما تقرأ الكلام اللي في الكتاب بقى تعرف السينايل كورت من السينايل نيوكليير من الكومبليكيتد اصلا هو من السينايل، وتوضحهم من بعض عشان تعرف تجاوب بقى على بروبلم سولفينج وعلى ترو فولس وام سي كيو. لما انا هشرح لك الموضوع بقى وتلاقيه موجود كل نوع لوحده، هكلمك على الكورتيكال لوحده والنيوكليير وافهمك الكومبليكيتد لوحده، نيجي نقرا ده انا هعمل حاجه لطيفه قوي. ده انا همسك الكتاب وهقرا الحته دي، الحته دي من أسوأ الاجزاء الموجوده في الكتاب. هقول لك يلا نقرا بقى. لما تيجي تقرا بعد ما تفهم الكلام تقول يا نهار ابيض، وانتوا كنتوا مستنيين بقى ان احنا كنا نفهم الكلام ده من البعكيكه اللي موجوده؟ اه تخيل. والمفروض تجاوب على الصح بقى، تختار مين ترو مين فولس؟ مستحيل. فهنمشي ستيب باي ستيب، وفي الاخر انا هريحك هقرا لك الكتاب عشان تعرف كل كلمه. هنا كل كلمه ذهب، كلمه حط شويه كلام فاكتس انت مش فاهم جم منين ومش فاهم مين رايح فين، انا هنمقها لك بقى بس بعد ما تفهم. فاذا الكتاب هقرا معاك ما تقلقش. درس النهارده اتفهم؟ حد عنده اي مشكله؟ ثانك يو فيري ماتش.